بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين الفيديو ده هيكون طويل شوية. هنبدأ نشتغل فيه على جرامر سكان، هنمسك قواعد المنهج كلها نعمل لها سكان سريع جدا، هركز على الأفكار اللي بتلخبط. فتعالى نبدأ بسم الله. أول حاجة معانا الماضي البسيط، عايزك تعرف الماضي البسيط. طبعا ده في كلام نظري كتير كده أنت عارفه، ملوش أي ستين لازم يتقال تاني. لو تصرف تاني للفعل إضافة إيدي، والقصة أنت حافظينها من زمان أيام الابتدائي دي مش هنتكلم فيها، بس عايز تعرف كده الملاحظات المهمة على الماضي البسيط. رقم واحد، انك ممكن تستخدمه مع ظروف التكرار بتاعة المضارع البسيط. بمعنى لما تقول مثلا when I was young، ايام ما كنت انا لسه صغير. I watched TV، I watched TV. طبعا انت قلت لي ايام ما كنت صغير فده ماضي، فعشان كده خدت لي watch. ده انت عارفه مفيش مشكلة. ممكن الراجل يعملها لك بشكل تاني ويقول لك when I was young، ايام ما كنت لسه طفل شباب، يعني I always. always دي كلمة من كلمات المضارع البسيط، بس هنا جت مع زمن ماضي، فحضرتك لازم تستخدم بعدها ماضي، فتقول I always watch TV، watch TV. فانتبه كده معايا ان لما يكون في الجملة الأولانية زمن ماضي، فطبيعة الحال التانية هتكون زمنها ماضي، برغم وجود كلمة always اللي هي أصلا من كلمات المضارع البسيط. ده رقم واحد، الملحوظة الأولانية. الملحوظة التانية معانا، عايزك تعرف ان عندك حاجة اسمها used to، ليه بعدها الفعل في المصدر، وفي بي او جيت او بيكم او جرو اب، كل دول بنجيب بعدهم يوزد تو، بس الفعل بيكون مضاف له اي ان جي. يوزد تو وبعدهم الفعل يكون مضاف له اي ان جي، ايا كان هو مين دول، فبعدهم الفعل يكون مضاف له اي ان جي. طيب طبعا انت عارف الفرق بين الاثنين، دي كان متعود يعمل حاجه وبطل، لكن دي متعود وبيعمل. طيب في كمان عندك يوزد تو، يوزد تو اللي معناها يستخدم فيه. فهنا بقى في الحاله دي لازم نجيب قبلها فيرب تو بي وبعدين يوزد تو والفعل في المصدر، او انك تستخدم فيرب تو بي وبعدين يوزد فور وبعدين الفعل مضاف له اي ان جي. بس انتبه انك انت في الاولانيه دي انت قلت لي ممكن بي وجيت وبيكم كده، يوزد تو والفعل مضاف له اي ان جي، لكن هنا ما ينفعش غير فيرب تو بي بس. طيب بي يوزد تو والمصدر، زي ما تقول مثلا انايف از، ا نايف السكين از يوزد تو كات، او is used for cutting، ده معناها يستخدم فيه. اللي يعرفني الفرق بين الاثنين ان اترجم اشوف هي كلمه used to معناها يستخدم فيه ولا معناها معتاد ان. الفيصل كله في الترجمه. طب يا مستر الفرق بين used to وبين would سريعا كده، عايز تعرف ان كلمه used to would هما الاثنين بيستخدموا زي بعض، مفيش مشكله، لكن used to ما ينفعش تستخدم مع الحاله، ما ينفعش تستخدم مع الحاله. الحاجه الثانيه كمان، ما ينفعش تستخدم مع حدث غير متكرر. بمعنى لما اقول لك مثلا she not live in Cairo but now she lives in جيزة مثلا. حلو. طيب يا ترى في الاختيارات هنا انت ستك هتفكر تختار used to ولا تستخدم would ولا تستخدم both. هي عاشت كم حياة اساسا؟ حياة واحدة، ومعنى كده ان الحياة واحدة يعني الموضوع لم يتكرر، ده معناها ان هي حاله، وبالتالي مش هينفع نستخدم would فنستخدم used to. طيب مثال كمان، they not be calm، اعتادوا ان يكونوا هادئين. يا ترى في الجمله دي هنستخدم used to be calm ولا would be calm؟ هنا ما ينفعش would، لان be من الافعال الستيتيف، سواء be have love، الناس دي كده ما ينفعش ناخد معاها would، فبالتالي الاجابه هنا هتكون used to. طيب حته كمان عايز تعرف ان استخدام الظرف، استخدام ظرف التكرار مع ظرف التكرار مع used to ومع would بيكون ازاي. بص انت ممكن تقول she used always to study، اعتادت ان تذاكر، ده مظبوط. او she always used to study، دي برضه صح. او الطريقه الثالثه بقى انك تستخدم كلمه would، بس هتقول لي she would always study. ايه اللي انت عايز توصله لي في الطريقه دول؟ اللي عايز اوصله لسيادتك في الطريقه دول انك ممكن تستخدم الظرف في النص مع used to، يعني تقول used always to، او نستخدم الظرف الاول وبعدين used to، او ان احنا نستخدم would بس نجيب الظرف بعدها، يعني would always، would sometimes، would never، او انك تقول she never used to او she used never to وهكذا. طيب من الحاجات برضو من الملحوظات المهمه اللي على زمن الماضي البسيط، ان في كلمات
غريبة شوية ممكن تلخبطك انها ماضي بسيط، بتدل على الماضي البسيط، زي مثلا كلمة the other day. the other day دي اعملها بالظبط كأنها yesterday، فلما تشوف the other day اعرف ان هي ماضي بسيط. فعشان كده ممكن تقول I met Sam، انا قابلت سام yesterday او the other day. الكلمة التانية برضه عايز تعرفها كلمة كلمة once. once دي بستخدمها برضه مع الماضي البسيط، على سبيل المثال once I saw علي، بمجرد ما رأيت علي I told him. بس مش عايز تبقى حافظ what إيه يا ترى what not، يا ترى هنقول له هنا has happened ولا هنقول له happened كده هو بس لوحدها، ولا نقول له had happened. عايزك تفهم انك انت لو مسكت القلم كده وفصلت الاحداث، بمجرد ما انا اشوف علي، انا بمجرد ما شفت علي انا اخبرته بما حدث، فطبيعي ان في شيء حدث الاول وبعدين انا بعد كده قابلت علي، فالحاجه اللي حصلت دي حدث اولاني، فبالتالي حضرتك محتاج ماضي تام. انتبه انك انت استخدمت هنا سو زمانها ماضي بسيط، وخد بالك بمناسبه سو، بمناسبه وانس، ان وانس دي ممكن تيجي كرابط ونجيب بعده مضارع سواء بسيط او تام، فسيادتك الناحيه الثانيه محتاج اما انك تستخدم مستقبل ويل والمصدر، او انك تستخدم فعل امر، او انك تستخدم مضارع بسيط. على سبيل المثال انت ممكن تقول once I finish، ساعة ما بخلص I sleep، انا بنام. انت بتحكي لي كده عن عادة حقيقة عندك، ساعة ما بخلص بنام، او once I finish انا ساعة ما اخلص I will call you، انا هتصل بيك، انت كده بتوعده. او انك تقول once I finish اول ما انا اخلص visit me، فيزيت مي تعالى زورني. عايزك تركز كده وتلاحظ انك انت خدت لي وانس بعدها مضارع بسيط وكان ينفع مضارع تام. الناحيه الثانيه ممكن مضارع بسيط او مستقبل وممكن فعل امر. طيب دي الحته اللي عليها الدور. بعد كده تنتبه يا جدعان، ما فيش حاجه في الانجليزي اسمها did you be، دي غلط. ما فيش حاجه اسمها didn't بي، والله دي غلط برضو. سواء did you be do you be الكلام ده كله مش موجود في الانجليزي. مفيش حاجه اسمها wasn't be برضو مش موجوده في الانجليزي. طيب امال ايه البدائل دول اصلا؟ الفكره اللي انت بتقع فيها مع الناس دي انك انت عايز تقول له في الاولانيه مثلا على سبيل المثال did you be يعني هل كنت، ما هو هل انت كنت، تحس انها مظبوطه. لا، المفروض انك حضرتك تقول له where you وتكمل الجملة. طب didn't be يعني لم يكن، انت سيادتك بتقول wasn't او weren't وتجيب بعدها الفعل او الاسم او الصفة. طيب wasn't be برضو مش موجودة، wasn't be لم يكن معناها لم يكن، اسمها wasn't بس. طيب خد بالك من الفكرة دي، لما اسألك اقول لك where not you go، ده سؤال where not you، يا ترى هنا في الأولانية هنستخدم did وهل هنستخدم where؟ في الثانية برضه هنستخدم did ولا هنستخدم where؟ عايزك تفهم الأول قبل ما تحل السؤال ده إنك بتستخدم did وتجيب بعدها الفعل في المصدر على طول. حلو؟ أو إنك تستخدم ال verb to be اللي هو was و were و am و is و are وتجيب بعدهم اسم أو صفة أو ظرف أو الفعل المضاف له ing. من الآخر يعني أنت ممكن تستخدم verb to be لو الجملة ليس بها فعل. طيب ما تيجي نشوف كده جملتنا اللطيفة دي بتحكي في ايه. أول واحدة بقول لك where، بقول لك where not you go، go ده فعل في المصدر، يبقى أنا عايز did والمصدر. حلو، أدي did وأدي المصدر، يبقى where did you go. طب where not you، الجملة هنا ليس بها فعل، فبالتالي هنستخدم where. وبنفس الطريقة برضو ممكن نعمل حتة تانية كده وأقول لك اختار برضو where not علي yesterday، يا ترى هنستخدم did ولا نستخدم was ولا نستخدم where؟ اولا يا مستر did عايزه بعدها الفعل في المصدر والجمله اصلا ما فيهاش فعل، فاحنا استبعدنا did. حلو، ادخل على اللي بعدها بقى الثانيه، was where هما الاثنين ينفعوا لان الجمله ما فيهاش فعل، بس عادي ده مفرد فهنقول where was. خد بالك برضو من الحاجات العبيطه اللي بنقع فيها where not your father، يا ترى هنا هنستخدم was ولا نستخدم وير؟ والله يور فادر ده يعني هي يا فندم، يبقى نقول وير ووز يور فادر، اين كان ابوك يا مستر؟ ما هو يور، لا ما هو حضرتك اللي انت قصدك عليها اسمها يو ما اسمهاش يور. طيب ادخل بعد كده على الثلاث جمل اللي هقولهم لك على السبوره الجامده دي، عايزك تركز فيهم. اول واحد she not too
كايرو in 2002. يا ترى هنا هنقول went ولا had gone ولا has gone؟ بص يا فندم، عايزك تعرف وانت بتحل كده، عايزك تحفظ الثلاثة دول، تحفظهم، تحطهم في ذهنك بثبات شديد. نكتب هنا، عايزك تعرف ان لما يكون في ان زائد سنة ماضية 2000 مثلا، فتعرف ان ده ماضي بسيط. طب لما يكون قدامك باي وبرضه سنة 2000 دي، تفكر على طول في الماضي التام. لما يكون قدام سيادتك سنس وبرضه سنة ماضية، اعرف ان ده مضارع تام. طيب، ولازم افكر في مضارع تام، وممكن يكون الجملة مسبوقة بحاجة تخليني اخد ماضي تام، زي ما هحكي كده في مضارع التام. طيب اديني مثال الأول على الجمل دي، سيبك من المثال اللي احنا كتبناه الناحية التانية ده. She not this car in 2000. هنا كده يا ترى هنقول بوت ولا هاد بوت ولا نقول هاز بوت؟ بداية احنا متفقين ان في ان وماضي بسيط، فناخد ماضي بسيط. طيب she not a car by 20 أو 2000. فهنا في نفس القصة برضه هنستخدم هاد بوت. طب ليه هاد بوت؟ عشان باي تيجي مع الماضي التام على طول. طيب واحدة كمان، she not her studies since 2000. يا ترى هنقول has done ولا had done ولا هنقول did؟ نفس القصة اللي حكيناها من الأول، أنت بما إن عندك since وبعدها ماضي، فتاخد مضارع تام على طول اللي هي has done. جزئية بعد كده مهمة جدا، وهي موضع سؤال في الامتحان. بداية كده عندك wish. wish دي اللي هي زيها بالظبط if only، ما ينفعش بعدها أبدا أي تصريف أول، ما ينفعش بعدها تصريف أولاني، ما ينفعش بعدها أي مضارع إطلاقا، إطلاقا ما ينفعش تعمل العملة دي. طيب I wish you not me tomorrow. tomorrow يا ترى هنا هنقول له you help ولا will help ولا could help ولا helped؟ ونفس الاختيارات هنعملهم في الجملة دي والجملة دي برضو. she wishes he not her now. نفس الجملة برضو، she wished he not her yesterday. دول تلات جمل بتلات أزمنة مختلفة. تلات أزمنة مختلفة ازاي يعني؟ الأولاني I wish not tomorrow، يعني ده مستقبل، وهنا now يبقى ده زمن مضارع، وده yesterday يبقى زمن ماضي. القصة بتاعت وش دي باختصار شديد كالتالي: لو الجملة اللي قدام سيادتك مستقبل، فأنت بتفكر في فاعل وبعدين could أو would والفعل في المصدر. لو الجملة اللي قدام سيادتك زمنها مضارع، فأنت بتستخدم ماضي بسيط، ولو الجملة زمنها ماضي، فحضرتك تستخدم ماضي تام. كل ده بيجي منين؟ ركز، ترجمة فعل الأمنية. يعني إيه فعل الأمنية؟ عايزك تركز كمان في الحتة ديت، إن كلمة وش نفسها زمنها ملوش أي دعوة. يعني عندك كلمة وش، هي هي وشت، هي هي وشز، دي بنحددها على حسب انت بتقول يتمنى او تمنى او سوف يتمنى، ماليش دعوه بالموضوع ده. يعني سواء هي وش او وشد او وشز، كده كده ممكن اخد معاهم مضارع ومستقبل وماضي على حسب ترجمه الناس دي كده. طب ما تيجي نترجم اول واحده. بيقول لك في الاولانيه، بيقول لك ايه؟ اي ويش يو نوت مي تومور، اتمنى لو انك تساعدني غدا. يبقى انا عايز كود وود والفعل في المصدر. ادي هيلب ممنوع نستخدمها، والهيلب دي الاثنين دول ممنوع نستخدمهم، لان ما ينفعش بعد ويش تصريف اولاني ولا مضارع ابدا. طيب باقي معاك كود هيلب وهيلب. هيلب دي نستخدمها لو الجمله مضارع، كود والمصدر نستخدمها لو الجمله مستقبل وانا قدامي مستقبل. طيب شي ويشز شي نوت هير ناو، ناو دي زمانها مضارع، ولو الجملة زي ما اتفقنا قدامنا زمانها مضارع، لو الجملة مضارع بنستخدم ماضي بسيط، يبقى انت كده هنستخدم في الجملة دي كده helped. طب اللي بعدها she wished wished او wishes او wish ايا كان الموجود ماليش دعوة بيه، هي her yesterday. yesterday يبقى كده زمانها ماضي بسيط، فنستخدم ماضي تام. فانا هنا هستخدم had helped. الموضوع مش محتاج اي دماغ، هو لازم يديني كلمة yesterday وكده في السؤال؟ لا مش لازم. ممكن اقول لك مثلا I wish you not me when I
كوليو. حلو. طيب بقول يا انا اتمنى لو انك ستساعدني عندما اتصل بك. انا قلت لك هنا ستساعدني، يبقى انت حضرتك هتستخدم هنا مستقبل اللي هو could والمصدر، يبقى could help. نفس الجملة برضو I wish you not me when I called you، يعني انت بتقول يا ليتك ساعدتني عندما اتصلت بك. ساعدتني زمانها ماضي، وبانها ماضي فهنستخدم ماضي تام، فانا هقول له هنا had helped. الموضوع مش صعب بس ركز. طب ده بالنسبة لموضوع وش. عايزك تعرف كمان في ملحوظة تانية بتاعتها، ان ممكن اقول لك I wish you success، وممكن اقول لك every success، او ممكن اقول لك I wish you good luck، ما قلتش a good luck لان luck اسم لا يعد، فممكن بعد wish نستخدم اسم عادي. الملحوظة الثالثة I wish، لو مفيش مفعول بقى فناخد to والمصدر. على سبيل المثال I wish to buy a car، I wish to buy a car، بس تفهم ان دي بتعبر عن المستقبل، دي معناها I wish I could buy a car، يعني يا ليتني استطيع، يا ليتني اتمكن من ان اشتري سيارة. ده بالنسبة للجزئية دي. طيب الجزئية اللي بعد كده عندك it's time، it's time، ف it's time to والفعل في المصدر دي الاول، او for ونجيب بعدها اسم، او انك تجيب فاعل وبعدين ماضي بسيط فقط، مش ماضي حاجة غير كده، ماضي بسيط فقط، وسواء هي it's time او it's high time، high time او it's about time، هما التلاتة بنفس المعنى، it's time it's high time it's about time، to والمصدر for واسم وكده. طب اديني مثال. بص يا عم، ممكن اقول لك it's time it's time to sleep مثلا، حلو، to المصدر، او it's time for rest، حان وقت الراحة اللي هي اسم، او it's time I slept. بس عايزك تفهم برضه في نفس الوقت، ما تبقاش حافظ ان it's time I slept مش معناها انك انت نمت، لا معناها وقت النوم جاء لكنني لم انم. حلو. انت بتروح المدرسة الساعة 7، حلو، بتبص في ساعتك كده لقيت الساعة 7 وربع، فتروح انت قايل لها، تروح انت قايل لنا ايه بقى؟ تقول لنا كده it's، اكتب لك، تقول لنا كده it's time I went to school. افهم من دي ان وقت ذهابك للمدرسة جاء لك لكنك لم تذهب الى المدرسة. الحتة اللي بعد كده اللي هي I'd rather، عايزك تنتبه مع I'd rather دي لاكتر من ملحوظة. الاولانية ان I'd الابوستروف دي عبارة عن would، حلو، يعني I would rather، بتجيب بعدها الفعل في المصدر مباشرة، او انك تجيب فاعل وبعد الفاعل ده ممكن تاخد ماضي بسيط او ماضي تام. اديني مثال. انت ممكن تقول مثلا في جملة I'd rather leave now، would rather بعدها الفعل في المصدر، او انك تستخدم بعد would rather تجيب اسم او ضمير هنا، فتقول I'd rather she left او had left. الحتة دي في كتاب المدرسة قال لك ان احنا بنستخدم left دي لو الجملة زمانها مضارع او مستقبل، ونستخدم ماي تام لو الجملة زمانها ماضي. طب اديني مثال بقى مفصل، خد المثال المفصل اهو، I'd rather Tom not me tomorrow او now، يعني مستقبل او مضارع. يا ترى هنا هنستخدم visit ولا visited ولا had visited؟ والله بما ان انت قدام سيادتك هنا زمن ماضي زمن مضارع او مستقبل، فهتستخدم ماضي بسيط، عشان مضارع او مستقبل فنستخدم ماضي بسيط. واحدة كمان اخيرة، I'd rather Sammy not me yesterday. يا ترى هنا هنستخدم visit ولا visited ولا had visited؟ لا هنستخدم had visited، بس ليه؟ لان الجملة زمانها ماضي. خلصنا كده كل الكلام اللي علاقة بالماضي البسيط، اتمنى نكون غطيناه. باقي معانا جزئية واحدة بس بسيطة اللي هي المجهول. المجهول في الماضي البسيط عبارة عن verb to be والباست بارتيسيبل، ولا يكشفه الا الترجمة. لو ترجمت هتحل، ما ترجمتش يبقى قابلني لو حليت. على سبيل المثال a new car not by mom in
2000. والله في 2000 ده موضوع بسيط، بس يا ترى نستخدم بوت ولا ووز بوت؟ والله سيارة اشتريت تم شراؤها يبقى ووز بوت. وخد بالك ان في افعال لا تأتي، افعال لا تأتي في المجهول، من بينها كلمة كولابس اللي معناها ينهار، من بينها اي كلمة بمعنى يحدث، اي كلمة معناها يحدث، سواء هابن جو اون اوكر، الناس دي كلها كده معناها يحدث او يستمر يعني. طيب برضه عندك كلمة ديس ابير اللي ما يجيش عربي مجهول، ما يجيش انجليزي مجهول. كلمة كولابس ينهار ملهاش مجهول في العربي، كلمة يختفي ملهاش مجهول في العربي. فركز في الكلام ده. اول قاعدة خلصت، ندخل على التانية. تاني قاعدة معانا هي قاعدة الماضي المستمر. عايز تعرف انه ماضي ومستمر، يعني حاجة حصلت في الماضي واستمرت لفترة بسيطة، الفترة من الوقت. طبعا اول حاجة كده هنفكرك فيها كلمة ويل، اللي ممكن يجي بعدها الاحتمالات الاتية. اولا انك تجيب فاعل، فتجيب ووز او وير والفعل مضاف له اي ان جي. الاحتمال الثاني انك ممكن تستخدم الفعل مضاف له اي ان جي مباشرة، بس لازم الفاعلين يكونوا واحد. سيبك انت من الكلام اللي بيقول لك لو المعنى مفهوم فانا ممكن نحذف الفاعل الاولاني لو مختلف، كل ده هبد. طيب ممكن كمان وايل اي ووز ات سكول، وممكن كمان تقول وايل ات سكول مباشرة، وما ينفعش ابدا تقول لي اي ووز بينج at school مثلا، لكن ينفع تقول I was being checked مثلا. ركز كده معايا. في الأولانية ممكن أقول لك while I was reading a book، بينما كنت أقرأ كتابا، أو while reading a book. طب عايز أقول لك بينما كنت في المدرسة يبقى while I was at school، أو while I was at university، while I was in Cairo. حلو انك تستخدم اصلا ووز لوحديها من غير فيرب تو بي، ما ينفعش نجيب بعدها فعل يعني مضاف له اي ان جي، ما دام الفعل مضاف له اي ان جي ده هو الفيرب تو بي. ممكن اقول لك وايل ات سكول مباشره، خد بالك دي ما ينفعش نعملها، دي جريمه ما ينفعش نعملها. ما ينفعش اقول لك وايل اي ووز بينج واجيب لك بعدها ظرف او اسم او صفه، لا لازم ووز بينج وباست بارتيسيبل زي ما انا عملت كده، ووز بينج تشيكت. طيب دي حته. الحته الثانيه بقى عندك وايل هي واز وجاست از، ما دام انا قلت لك بيساووا بعض فهنا لازم بعدهم جمله سليمه، يعني كلمه از وجاست از لازم بعدها جمله سليمه، لكن وايل الاحتمالات اللي انا قلت لك عليها دي كلها تنفع. طب بالنسبه لديورينج، ديورينج بعدها اسم مباشره، ممنوع اي ان جي بعد ديورينج، لكن خد بالك، خد بالك من دي. انا ممكن اقول لك ديورينج على سبيل المثال كده، ديورينج لو قلت لك during waiting I saw علي، دي كده اللي انا عملتها، دي اسمها مصيبه. ليه؟ لان during ما يجيش بعد اي ان جي، لكن انا ممكن اعمل حته كده واقول لك during waiting hours او during waiting time، اثناء وقت الانتظار، اثناء ساعات الانتظار. اصلك انت من هنا بتقول لي اثناء الانتظار، اثناء الانتظار فده غلط، لكن انت بتقول هنا اثناء ساعات، اثناء اوقات، فدي صح. يبقى لو ديورنج جبنا بعدها الفعل مضاف له اي ان جي وبعدها كده اسم جمع زي ما انا عملت لك فوق كده، فده ينفع. غير كده لا. خد بالك كمان انك ممكن تستخدم وايل وبعدها الفعل مضاف له اي ان جي او جمله سليمه، يعني دي ممكن نحط مكانها اون والفعل مضاف له اي ان جي. على سبيل المثال ممكن اقول لك وايل اي ووز واتشنج تي في، ممكن احط مكان ده كله كده تروح انت قايل لي اون واتشنج تي في. وعايزك تنتبه ان اون دي ممكن تساوي اون، ممكن تساوي وايل، ممكن تساوي وين، ممكن تساوي افتر، وهنيجي عندها لما نوصل لعند الماضي التام. في افعال يا جماعه لا تاتي مستمر اطلاقا، افعال ما ينفعش نجيبها مستمر، زي كلمه نو اللي معناها يعرف، زي كلمه ثينك بس بشرط يكون معناها يعتقد، لو هي معناها يفكر فيه تنفع، زي كلمه اي كلمه معناها يمتلك، اي كلمه معناها يمتلك، ما تجيش مستمر، افعال اصلا ما تجيش مستمر. طيب غير كده كمان في افعال ما ينفعش تيجي مستمر وفقا للترجمه، بمعنى افعال الاحداث التي لا يصح ان تستمر، بمعنى على سبيل المثال while I was waiting بينما كنت انتظر I was reading، أنا كنت بقرأ،
عادي، انت منتظر مستمر في الانتظار وبتقرا مستمر في القراءه، فده مقبول. لكن لو انت قلت لي while I was running، بينما كنت اجري، I نقط، يا ترى هنا هنقول fell ولا was falling؟ يعني انت ينفع بالعربي تقول لي بينما كنت انتظر كنت، بينما كنت اجري كنت اقع؟ لا، بينما كنت اجري وقعت، فالموضوع كده منتهي لانك انت ما استمرتش في الوقوع يعني، والا انت بقى انت بتستهبل. من بين الحاجات عايز الفت انتباهك ليها ان كلمه look مثلا، الافعال لها معنيين. look لو معناها يبدو يبقى كده لا تاتي مستمر، كلمه look لو معناها ينظر فهي ممكن تاتي مستمر. ركز في دي كويس. افعال الحواس زي ما قلنا، افعال الحواس فيها برضو دروب عايزك تعرفها. انت لو انت عايز تفرق بين الجملتين دول، ذا سوب تيستد نايس، حلو، اي ووز تيستينج ذا سوب وين، طبعا ما فيش هنا كوما، سوري، وين يو كولد. ركز في دي كده كويس. في الجمله الاولانيه انت بتقول ان الشوربه كان مذاقها، لو انت قلت لي كان مذاقها، كان شكلها، كان طعمها، كان رائحتها، فده فعل ماضي بسيط وش. لكن لو انت بتقول لي انا كنت اتذوق، كنت، يبقى تعرف ان ده ماضي مستمر، ماضي مستمر. حدث التذوق كان مستمر، ما تقوليش ان كلمه تيست ما تجيش مستمر، تيجي مستمر لو انت عايز تقول بينما كنت اتذوق. جمله كمان، while I was smelling a rose، بينما كنت أشم وردة، I felt dizzy، شعرت بغثيان. أنت شعرت بغثيان إمتى؟ ساعة ما كنت مستمر في شم الوردة، فالموضوع مستمر عادي. لكن أنت بتقول لي بقى the rose، الوردة خد بالك دي smelt nice، الوردة كان رائحتها جيدة، فخد بالك دي معناها كان رائحتها، ده مش ماضي مستمر. وجملة كمان احنا قلناها في الماضي البسيط بس هكررها هنا، why when I was in Cairo I not my uncle، يا ترى هنا هتقول لي visited ولا was visiting؟ الجملة دي يا جماعة بتعبر، اكتب لك بالعربي كده، بتعبر عن عادة في الماضي، والعادات دايما بسيط، بمعنى انك تاخد فيزيتد. بالرغم ان الترجمه العربي ممكن تخدعك، عندما انا كنت في القاهره انا كنت ازور عمي، فده غلط، انت بتعبر عن عاده، والعاده دايما تبقى ماضي بسيط. الزمن اللي بعد كده المهم جدا، الماضي التام. الماضي التام اللي هو الباست بيرفكت، عايزك تعرف الماضي التام ده فكرته وديدانه كله في ان في حدثين، حدث اول وحدث ثاني. الحدث الاولاني ده ممكن يجي ماضي تام، ممكن يجي ماضي بسيط. الحدث الثاني ما ينفعش الا ماضي بسيط بس. انت لو فهمت القصه الجزئيه دي فانت كده فهمت القاعده على بعضها ومش محتاج اي هري تاني. عايزك تعرف ان انت بتستخدم مع الماضي التام ده افتر، وافتر دي ممكن نجيب بعدها طبعا كده كده حدث اولاني يعني، ممكن نجيب بعدها جمله كامله، جمله كامله ممكن نجيب الفعل المضاف له اي ان جي. على سبيل المثال ان اقول لك افتر، افتر اي هاد ايتن، بعد ما انا اكلت اي سليبت. ولو سالتك هو مين اللي اكل؟ انا. ومين اللي نام؟ انا. فهنا ممكن نحذف الفاعل ونحذف هاد ونقول افتر ايتنج على طول كده، بعد الاكل اي سليبت. ايه الفكره يا مستر ان احنا لازم نحذف الفاعل لو هو او ممكن نحذف الفاعل لو هم واحد؟ انت لما تيجي في جمله وتقول لي مثلا افتر سلوى كوكد اي ايت، مستر انت نسيت، انت كتبت كوكد، ايوه ما هو كوكد تنفع وهاد كوكد تنفع زي ما اتفقنا. الحدث الاولاني ممكن ماضي بسيط وماضي تام. في الجمله دي كده هو مين اللي طبخ؟ سلوى. مين اللي كل؟ انا. الفاعلين، الفاعلين مختلفين، ما ينفعش نحذف قولا واحدا كده والموضوع خلصان. طيب عايزك تعرف برضو ان ده لو معلوم. طب في المجهول ولا خلي المجهول للاخر مره واحده؟ عايزك تعرف ان تل وان تل، تل وانتل، انتل دي بقل واحده لكن تل باتنين ال، ممكن نجيب قبلهم ماضي بسيط منفي سواء معلوم او مجهول وبعدهم ماضي تام. اضرب مثال، I didn't leave the company till I had finished، انا ما غادرت الشركه غير لما خلصت. انت اصلا لو ركزت في تركيب الاحداث زي ما اتفقنا ترتيب الاحداث هتلاقي نفسك بتقول انك ما عملتش الحاجه التانيه دي
الا لما عملت الحاجه الاولانيه. فالحدث الاولاني انك انت خلصت، الحدث الثاني انك انت غدرت. حلو، طب ده اول حته كده مع تيل وانتل. عايز تعرف برضو ان تيل وانتل ممكن يجيب قبلهم ماضي بسيط مثبت، فهيكون بعدهم ماضي بسيط برضو مثبت غصب عنك. بمعنى I waited، الجملة اللي دايما بقولها لك عشان هي أوضح جملة ممكن أقولها، till she arrived، أنا استنيت لحد ما هي وصلت. تلاحظ أصلا إن till و until هنا قبلها ماضي بسيط مثبت وبعدها ماضي بسيط مثبت، وعايزك تعرفها. الاحتمال التالت معاك مع till و until دي رقم اتنين. رقم تلاتة إن till و until دول يجي قبلهم مستقبل، فهيكون بعدهم دايما مضارع، سواء ان المستقبل ده مثبت او منفي. بمعنى I will wait، يعني سانتظر till you finish، سانتظر لحد ما انت تخلص. قالت له until بعدها مضارع بسيط وقبلها مستقبل. ممكن تعملها بالنفي على فكره، اقول لك I won't wait، ما انا مش هستنى till you come، مش هستنى لما انت تيجي. ادي مضارع بسيط وادي مستقبل، بس هو مستقبل منفي. طيب عايزك تعرف ان تل لو ما فيش بعدها فاعل او انتل، يعني ممكن ناخد بعدهم الفاعل ونضيف اي ان جي. انتبه للفكره دي عشانها برضو من الافكار الشائكه. احنا خدنا تل، خدنا افتر، وقلنا ان افتر ممكن بعدها احتمالات كتير، ممكن اي ان جي، ممكن الفعل مضاف اي ان جي، يعني ممكن تجيب فاعل وكده. لكن عندك از، سون، از، دي لازم بعدها جمله، ما ينفعش غير كده، دي لازم جمله. وطبعا لازم يكون حدث اول، لازم يكون جملة ولازم يكون حدث الأولاني. على سبيل المثال أنت ممكن تقول لي after she came، بعد ما هي جاءت we left. حلو، after she came we left. ممكن تقول لي as soon as she came we left. لاحظ إن إحنا استخدمنا as soon as زي after بالظبط. لكن لو أنت قلت لي مثلا after cooking، مثلا after cooking I it، ده معناها ان انا اللي طبخت وانا اللي اكلت. هل يا ترى هنا ينفع نستخدم as soon as cooking؟ لا ما ينفعش، لان as soon as لازم بعدها جمله كامله. حلو، حلو. ممكن الراجل يروح ضرب الجمله، محتاجه تفكير شويه. على سبيل المثال after I came، بعد ما انا جيت I found out that my dad. يا ترى هنا هنقول left ولا had لفت؟ المفروض مين فيهم الصح؟ انت هتفكر، هو المفروض ان ابي غادر الساعة 8 وبعدين انا اتيت مثلا الساعة 8:30، يبقى المغادرة دي حدث اول. حلو، فحضرتك تستخدم ماضي تام لانه حدث اولان. ما انت تقول لي يا مستر مش افتر بيجي بعدها ماضي بسيط او تام والناحية التانية ماضي بسيط، هقول لك ما تاخدهاش بالحفظ عشان ما تغرقش، الموضوع مش محتاج اي دماغ. طيب as soon as she arrived we had met her، ينفع؟ لا مش ينفع. ليه؟ لان as soon as لازم بعدها حدث اولاني، ويكون حدث اولاني ماضي تام عشان هو حدث اولاني، الحدث الاول. او الناحيه الثانيه يكون بعدها بقى حدث تاني اللي هو بيكون ماضي بسيط. انت كده قالب الدنيا مكان بعضها، فده غلط. اعرف كمان ان عندك حاجه اسمها باي او بي فور او باي ذا تايم. الناس دي كلها كده بنجيب بعدهم حدث ثاني وبعدين حدث اولاني. بمعنى انك تقول لي بيفور اي كيم، قبل ما اجي البيت اي هاد بوت ميني ثينجز، اشتريت اشياء كثيره. هو اللي حصل ايه بالترتيب كده؟ انك انت اشتريت الاول وبعدين جئت، فكانك بتقول لي قبل ما اعمل الحاجه الثانيه دي انا عملت الحاجه الاولانيه دي. عايز تاخد بالك برضو ان بيفور زيها زي افتر، ممكن نجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي بس لو الفاعلين واحد. لكن الفاعلين مش واحد ما تفكرش اطلاقا تعمل الحركه دي، لانك هتنيل الدنيا ب60 نيله. عندك حاجه اسمها نو سونر، وعندك هاردلي هي وسكيرسلي. الناس دول لما نجيبهم في اول الجمله بنعمل انفيرجن. يعني انفيرجن يا عم؟ يعني نجيب الفعل مساعد وبعدين الفاعل وبعدين الباست بارتيسيبل. طب ليه باست بارتيسيبل؟ عشان دول معناهم بمجرد ما عملت الحاجه الاولانيه دي رحت عامل الحاجه الثانيه، يعني الحاجه الاولانيه فهتكون ماضي تام. طيب خد بالك ان مع نو سونر الرابط هو اسمه زان، مع هاردلي وسكيرسلي اختها الرابط معاهم اسمه
when، والمثال اللطيف هو اللي يوضح لك. انت ممكن نقول نو سونر هاد رامي ريتشد، يعني بمجرد ما رامي وصل، ذان وي توكد، بدأنا نتكلم مع بعض. خد بال سيادتك انك خدتلي نو سونر، كان ممكن تاخد لي مكانها هاردلي وسكيرسلي عادي جدا، بس في الحالة دي هنشيل ذان ونحط مكانها وين، عشان وين هي اللي بتيجي مع هاردلي وسكيرسلي. طيب هو نو سونر ما تجيش في نص الجملة؟ لا، تيجي في نص الجملة عادي. ممكن اقول لك اي هاد نو سونر ريتشد ذان شي ليفت. وايه اللي حصل يا مستر بالترتيب كده؟ الاول انا وصلت وبعدين هي مشيت، فحدث وصولي ده حدث اولاني، وبالتالي خدناه ماي تايم هاد والباست بارتيسيبل. انتبه للفكره اللي هقول لك عليها دي. لما يقول لك نو سونر نوت، يا ترى هنقول ديد اي ليف ولا هاد اي ليفت؟ هما الاثنين ينفع، ولكن انت عارف ان سونر بنجيب بعد الحدث الاولاني فدي افضل. طب ما لقيتش ماي تايم، هتختار ماضي بسيط مكانها وهيحلوا محل بعضهم، اخر حلاوه. الانفيرجن ده مش بيحصل مع سونر وهاردلي بس، مع اي كلمه تعبر عن النفي. على سبيل المثال انك تقول لي نوت انتل مثلا، انك تقول لي اونلي اللي معناها فقط، يعني ما فيش غير كده يعني، او انك تقول لي نيفر، بس يكون نيفر دي معناها بيشير الى النفي، ما يكونش معناها نفي نهي. بمعنى ممكن اقول لك نيفر كم ليت. ليه ما عملناش انفيرجن؟ لان ده نهي مش نفي. لكن انت لما تقول مثلا نيفر ديد شي كم ليت، معناها هي لا او لم تاتي متاخره، فده بيفيد النفي مش النهي. طب فانت ترجم كده عشان تعرف انت بتعمل ايه. مع ماي تايم برضو حاجه اسمها ات وازنت انتل، حاسس انها هتيجي السنه دي لانها ما بتجيش كتير في الامتحانات، او ات ووز اونلي وين، اللي برضو انت هتترجمه بمعنى بمجرد ان، يعني يا دوب حدث اول حصل الا راح الحدث الثاني شغال. بس اللي الرابط اللي في النص مع الناس دول اسمه ذات، فانت ممكن تقول ات وازنت انتل شي هاد دايد ذات زي مثلا فلت سات، يعني هي ماتت وبعدها بشويه كده قدروا قيمتها فبداوا يزعلوا. يبقى ده ات وزنت انتل، وبعدها ماضي تام، والناحيه الثانيه ماضي بسيط. الرابط اللي في النص مين مع سيادتك؟ هو اسمه ذات. خد بالك ده ذات اللي معناه سونر، اسمه زين مش ذات. ركز في الكلام اللي شكل بعض عشان ربنا يسترها معاك. حته كمان عايز الفت انتباهك ليها، وايه الفرق بين انه اقول لك اون ريدنج وبين انه اقول لك وايل ريدنج وبين اني اقول لك افتر ريدنج؟ ايه الفرق بين التلاته دول؟ دي معناها بعد القراءه، مفيش احتمال او تفسير غير كده. طب وايل دي معناها اثناء القراءه، مفيش تفسير غير كده. لكن اون دي بتدي معنى بعد او اثناء القراءه على حسب ترجمتك للجمله اللي قدام سيادتك، فانت بتترجم الاول عشان تعرف. طيب جمله سريعه كده، هي ووز ابسنت، يعني هو كان غايب، بيكوز هي نوت ذا بس. يا ترى هنا هنقول مست ولا هاد مست ولا مسز ذا باص؟ الطبيعي انك انت ترجمت فبتقول لي هو كان غايب لان هو فاته القطار، فهو فات القطار الاول وبعدين بعد كده غاب، فحدث القطار ده حدث اولاني، فتاخد ماي تام على طول وانت مغمض عينك. طب يا مستر هو بيكوز دايما يكون بعدها ماضي بسيط وقبلها ماي تام او العكس يعني؟ لا، الموضوع مش بالكيلو. لاحظ الجمله دي كده، شي didn't come because she not her task. يا ترى هنا هتقول لي had done ولا هتقول was doing؟ دي واحدة. اتنين، she came early because she not her tasks. يا ترى هنا هنقول had done ولا was doing؟ الترجمه يا جماعه هي مفتاح الحل لاي سؤال في الدنيا. انت بتقول هي لم تاتي لانها لم او لانها كانت تفعل المهمه بتاعتها، يبقى انت تقول was doing.
طب هنا انت بتقول هي جاءت لانها فعلت المهمه بتاعتها، فهي فعلت الاول وبعدين جاءت، فانت عايز تستخدم ماضي تام لان ده حدث اولاني. فالترجمه بتحل لك كل المشاكل اللي انت متخيل انها تتحل واللي ما تتخيلش انها تتحل. وهنا في ملحوظه لازم اقولها للمره المليار، اي رابط في الدنيا هنجيب بعده مضارع تام او مضارع بسيط الناحيه الثانيه لازم يكون مع سيادتك، لازم يكون مع سيادتك مستقبل او مضارع او امر. طب افرض ان الرابط ما جاش بعديه حد من دول، افرض ان اي رابط جه بعديه ماضي، الطبيعي الناحيه الثانيه هيكون ماضي، بس نوع الماضي ده ايه ونوع الماضي ده ايه على حسب الزمن. يعني واي الماضي مستمر وماضي مستمر او ماضي مستمر وماضي بسيط، افتر ماضي ماضي بسيط او تام والناحيه الثانيه ماضي بسيط، على حسب كل واحد ياخد قاعدته. ده امتى؟ لو في حدث من الاثنين زمانهم ماضي. طب لو انت قدامك رابط ومعاك مضارع تام او بسيط تاخد دول. طب انت معاك رابط ومعاك مستقبل او مضارع او امر، تفكر في مضارع تام ومضارع او مضارع بسيط من غير اي كلام ولا اي مشاكل. في برضه حته كده عايزك تعرفها مدمجه كده، يعني لما يكون معاك افتر وبعدها جمله ماضي تام، او يكون معاك افتر والفعل مضاف له اي ان جي، او يكون معاك اون واي ان جي، او تبدا الجمله اصلا باي ان جي، وممكن تبدا الجمله بوين وتجيب بعدها برضو زمن ماضي تام او ماضي بسيط. الناس دي كلها كده، او معاك هافينج برضو بالمناسبه عشان احنا نسينا نستخدم هافينج، هافينج والباست بارتيسيبل، الناس دي كلها كده مبنيه للمعلوم. المجهول من كلهم كالتالي: افتر وبعدها جمله، فانت هتستخدم افتر عادي وتجيب الفاعل، بس هتقول هاد بين والباست بارتيسيبل. انا هنا قصدي على المجهول من الناس دي. طب افتر اي ان جي في المجهول هتبقى افتر being والباست بارتيسيبل. طب اون اي ان جي هتبقى اون being والباست بارتيسيبل. طب الاي ان جي في المجهول في المعلوم لما نيجي نعملها في المجهول بتلاقيها معموله الباست بارتيسيبل في اول الجمله. وهديك مثال. طيب وين نفس القصه، وين وفي نفس القصه بتاعت رقم واحد دي، having والباست بارتيسيبل هتبقى having been والباست بارتيسيبل. الحته بتاعت باست بارتيسيبل واي ان جي دي مثال عليها كده سريعا. لما اقول لك مثلا reading the book I decided to read another one another one، دي اصلا معناها بعد قراءة الكتاب، انا قررت ان اشتري كتابا اخرا. فريدنج دي معناها بعد ان فعلت، معلوم ازاي. لكن لو انت تيجي في جملة مثلا تقول لي hit hard the boy decided to take revenge، دي معناها بعد ان ضرب بقوة، دي معناها after the boy had been hit. ركز انك لما تبدأ الجملة بالباست بارتيسيبل ده معناها. انتبه برضو للسياقات دي: after fixing my car I used it. ركز انك تقول بعد ان اصلحت سيارتي، after fixing او after I had fixed. لكن انت ممكن تقول after being fixed، دي معناها ايه؟ بعد ان اصلحت سيارتي. it looked new، بعد ان اصلحت سيارتي بدت جديدة. فالترجمة هي الحل. انت هنا بتقول بعد after fixing يعني بعد ان اصلحته، دي معلوم. طب after being past participle بعد ان اصلحت ده مجهول. الزمن اللي بعد كده يا شباب زمن ماضي تام مستمر. في كده دلائل معينه عايزك تعرفها لما تشوفها يعرف ان ده، او فكر في ماضي تام مستمر على طول. لما تلاقي فور ومعاها في نفس الجمله when، او فور ومعاها في نفس الجمله بيفور، هيكون بعدهم هنا فعل. الفعل ده ممكن يكون زمن مضارع او ماضي. فان كان مضارع فسيادتك هتاخد مضارع تام مستمر، وان كان ماضي تاخد ماضي تام مستمر. طيب مثال على ذلك: I not books for 2 years before I left school. في الجملة دي لو انت ركزت انت قدامك فور ومعاها في نفس الجملة هو بيفور، وهنا فعل زمنه ماضي. انت لما تلاقي الاتنين دول مع بعضهم فهمت كده ان ده تام، ان ده تام
مستمر، بس مضارع ولا ماضي؟ على حسب الفعل ده، الفعل ده زمن ماضي، فانا كده معايا ماضي تام مستمر، فهختار يا ترى هاد ريد ولا هاد بين ريدنج ولا هاف بين ريدنج. اختيارك الصح اكيد اللي انت قلت عليه ده، اللي هو هاد بين ريدنج. طب يا مستر، ما هو هاف بين ريدنج ده تام مستمر برضه، بس ده مضارع. احنا هنا بما ان الفعل اللي بعد بيفور ماضي، يعني حدث ده خلص في الماضي. طيب مثال على كده كمان، شي نوت تي في فور 2 hours when we called her، لما احنا اتصلنا. لاحظ ان في فور ومعاها في نفس الجمله when، والفعل ده زمن ماضي، فده تام ماضي تام مستمر، فهنقول هاد been watching. ما ينفعش has been watching ولا ينفع has watched. بس في هنا ملحوظه كده عايزك تركز فيها عشانها مهمه جدا جدا. ايه هي؟ ان لازم يكون الفعل اصلا ينفع يجي مستمر، لان انت عارف ان في افعال ما ينفعش تيجي مستمر. على سبيل المثال، لما اقول مثلا she not her friend Sally for a year before she moved، تمام؟ يا ترى هنا هنقول had known ولا نقول had been knowing ولا has known؟ الطبيعي ان اللي انت فكرت فيه كالعاده، اللي بما ان عندك فور ومعاها في نفس الجمله بفور، فده تام مستمر. بس لقيت موفد، يبقى ده المفروض تفكر في ماضي تام مستمر. بس دايما بقولها كده، ماضي تام مستمر بشرط. ايه الشرط؟ ان الفعل يكون ينفع يجي مستمر. هو الفعل في الجمله كلمه نو، وانت عارف ان نو ما تجيش مستمر، فانت استبعدت دي. باقي تفكيرك في هاز نون وهاد نون، الفعل ده موفد ماضي، يبقى تختار ماضي تام على طول. خلص الموضوع. عايزك تعرف ان في افعال لحظية، يعني لا تأتي في المستمر. يعني ايه افعال لحظية؟ حاجات بتاخد لحظة واحدة، ما ينفعش تستمر، زي كلمة arrive مثلا، زي كلمة stop، زي كلمة open، زي كلمة receive، زي close. الافعال دي افعال لحظية ما ينفعش تكون مستمر. على سبيل المثال، انت بتقول I had arrived before you came. انا وصلت قبل ما انت تيجي، مش هينفع اقول لك انا كنت بوصل قبل ما انت تيجي، فده ما يتم، مش هينفع ما يتم مستمر. خد بالك كمان، مع العدد ممنوع المستمر ولو اجتمعت شواهد الدنيا كلها. على سبيل المثال، انت بتقول مثلا في الجمله دي I not three books for a year now. حلو، والله انت عارف اصلا ان مع فور لما يكون معاها ناو تحديدا، تفكيرك ما بيروحش غير للمضارع التام المستمر. ما ينفعش افكر في ماضي تام مستمر يا مستر، هقول لك يا فندم ده في ناو، يعني كده كده مضارع، فتفكيرك مضارع تام مستمر. يا ترى انت هتقول لي اي هاف ريد ولا تقول اي هاف بين ريدنج؟ شكرا، قولا واحدا مش هينفع افكر في هاف بين ريدنج، لان الراجل بيقول لك ثلاث كتب، يعني ذكر لك عدد، فناخد هاف ريد. فالراجل ممكن يلف لفة تانية خالص ويقول لك how many books not before I came. يا ترى هنا هتكون have you read ولا had you read ولا had you been reading ولا had you ريد. انا ليه كتبت اربع اختيارات؟ ما كان ممكن نكتب اثنين ونخلص من الحوار ده. انا عايز اوصل لك فكره، من بيفور اي كيم، كيم دي زمانها ماضي، فتفكيرك مش هينفع يكون في مضارع. ديت هاف يو ريد، هاد يو ريد، هاد يو بين ريدنج، انا كان قصدي ان دي هاف، وطبعا هاف دي كمان مضارع مشيت، فانت كده استبعدت الاثنين دول لانهم هما الاثنين زمانهم مضارع. حلو، تفكيرك يا ترى هاد يو بين ريدنج ولا هاد يو ريد؟ هروح انا اسالك سؤال، هو بيسالك بيقول لك هاو ميني، يعني كم عدد. لاحظ ان هو بيسالك عن العدد، يعني معنى كده ان الموضوع فيه عدد، ومع العدد ممنوع ممنوع المستمر، فالاجابه الوحيده هاد يو ريد، وهاد يو بين ريدنج بقت غلط. تاكيدا على فكره كده دايما بيجي لي عليها اسئله، بص على الجمل دي I didn't answer the phone because I not it. يا ترى had lost ولا was losing؟ واحيانا يديك لوست كمان في الاختيارات. بدايه انت ترجمت انا ما رديتش على التليفون لانني
فقدته، مش هينفع تقول اصل انا كنت بضيعه، فتفكيرك في هاد لوست ولوست الاثنين ينفعوا بدايه، لكن بما انه ذكر لك ماني تايم لان انت فقدت الموبايل الاول وبعدين ما عرفتش ترد، فده حدث اولاني ماني تايم. جمله كمان، اي didn't answer the phone because، مش عارف ليه انا بنسى واحط الكومه دي مش موجوده طبعا، because I not، يا ترى had taken a shower ولا was taking a shower؟ انا ما ردتش على التليفون اصلا انا استحميت ولا كنت بستحمى، اخدت شاور ولا كنت باخد شاور؟ اكيد كنت باخد شاور. لو انت قلت لي انا اخدت شاور هقول لك ليه ما ردتش لما انت اخدت الشاور وخلصت يعني، فكده عيب عليك. طيب جملة فكرة كمان، I felt tired، ودي جملة مهمة مهمة مهمة، because I not had cleaned ولا had been cleaning. في الجملة دي سواء هو قال لك في آخر الجملة all day مثلا أو ما قالش all كده كده بتعبر عن مستمر عموما يعني، بس سواء هو قالها أو ما قالهاش في الجملة دي هنستخدم had been cleaning. طب ليه؟ هسألك سؤال، هو ليه أنت تعبان؟ أكيد بسبب التنظيف، لو التنظيف خلص كان التعب خلص أكيد، فالتنظيف شغال عشان كده التعب شغال، أو التنظيف كان شغال عشان كده التعب كان شغال، فهاد بين كليننج. جملة كمان، منى felt upset because، ومن لازم ممكن نقولها من غير because عادي، she not home work أو a lot of homework. يا ترى هنا هتبقى has been doing ولا has done؟ had been doing ولا had done؟ نفس الفكرة اللي أنا قلت لك عليها من الأول. هو الراجل بيقول لك إن منى زعلانة، ليه شعرت منى بالغضب؟ لأن الواجب كان شغال لسه، ما هو لو هي خلصت واجب ليه هتبقى منزعجة؟ أكيد مش هتبقى منزعجة، فعشان كده هتبقى had been doing. خد بالك هنا felt ماضي فخدنا had، لو feels كنا خدنا مضارع. جملة زيها بس في المضارع اللي احنا رايحين له دلوقتي برضو، يعني she feels tired as she not has been working ولا has worked. نفس القصة برضو، had been working ولا had worked. ركز معايا كده، انت في الجملة قلت لي she feels يعني ده مضارع، فاستبعدت لي الماضي مباشرة من غير كلام. لو سألتك هي ليه تعبانة يا عم؟ اصل هي بتنظف لانها شغالة وشغالة لسه مستمرة في العمل، يبقى has been working. طب لو انت قلت لي اماني is eating، اماني بتاكل دلوقتي، she خلينا نقولها was عشان احنا لسه في الماضي، اماني was eating she not، يا ترى هنقول had been cooking ولا had كوكد؟ من غير ما تفكر كده، هي امان بتاكل، معنى كده ان الطبخ انتهى الموضوع خلص، فهتاخد هاد كوكد. لكن لو قال لك امان تعبانه اصلها كانت بتطبخ ومستمره في الطبخ، فكنا خدنا هاد بين كوكينج. الزمن اللي بعد كده يا ابطال هو زمن المضارع التام اللي هو البريزنت بيرفكت. عايزك تعرف المضارع التام ده احنا بنستخدمه كالتالي، ركز معايا كده في الكام تريكايه اللي اقول لك عليهم. هو في فيديو مراجعه للمضارع التام. المضارع التام ده انا شرحته قبل كده وفي فيديو مراجعه ليه موجود، هتلاقيه موجود تحت في الوصف، انا مش هشرحه كله تاني بس انا هاكد على ثلاث اربع افكار كده مهمين. الاولانيه انك لما تقول اتس مثلا تو دايز سينس وي ليفت، احنا مشينا بقالنا يومين، اتس دي يا عم عايز تعرف ان هي ممكن تكون ات از او ات هاز بين. الحاجه الثانيه عايزك تعرف برضو ان احنا بنستخدم سينس، ممكن نجيب قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط عادي، ممكن مضارع تام وبعدها برضو مضارع تام. لو انت عرفت اصلا احنا ليه هنا بنستخدم مضارع تام عشان حدث مستمر، وليه ماضي بسيط عشان حدث انتهى، ده معناه ان ده مستمر، مضارع تام يعني مستمر، وده مضارع تام يعني مستمر. انا عارف عمر من يوم ما بدات اشتغل في الشركه دي، انا لسه عارف عمر واصحاب ده مستمر ولسه شغال في الشركه دي ومستمر، فالاثنين مستمرين. لكن انت ممكن تقول لي انا بستخدم الالم ده من يوم ما فقدت الالم التاني، انت فقدت الالم وموضوع الفقدان ده انتهى لكنك مستمر في استخدام الالم ده.
خد بالك من دي كويس، عايزك تركز على الكلمات اللي بتيجي مع مضارع التام بس ما بتظهرش كتير قدامنا فممكن ننساها. كلمة so far دي مضارع تام، كلمة over دي مضارع تام، over the years، over the over my life، وكلمة through out برضو من الكلمات اللي بتيجي مع مضارع التام. up till now بتيجي مع مضارع التام. الجزئية اللي بعد كده معانا يا شباب هي المضارع التام. المضارع التام ده انا كنت عامله في فيديو قبل كده، هسيبك معاه وبعدين هنكمل. اول حاجه كده المضارع التام، طبعا انت عارف اكيد شكل المضارع التام ده اللي هو الفيرب تو هاف، سواء هاف او هاز، وبعده الباست بارتيسيبل. عارف هاف مع مين وهاز مع مين والتهريج البسيط اللي انت عارفه ده. هنتناول القاعده في شكل ملحوظات. اول حاجه كده عايز تعرفها ان كلمه فور دي ممكن نستخدمها مع المضارع التام، ممكن نستخدمها مع الماضي البسيط، ولكن لو خدناها مع مضارع تام فده معناها الحدث لسه مستمر، لو خدناها مع ماضي بسيط فده معناها ان الحدث انتهى. الجمله اللي احنا شفناها اكتر من مره ان علي has worked in Egypt، يعني علي اشتغل في مصر for 3 years، اشتغل في مصر 3 سنوات. حلو. now الآن he works in London، عم علي دلوقتي شغال فين؟ في لندن. الجملة دي صح ولا غلط يا مستر؟ لا، الجملة دي بكل المعايير وكل المقاييس غلط. ليه يا عم؟ الراجل بيقول لك إن علي has worked in Egypt for، أنت لقيت مضارع تام مع for، افهم إن الموضوع لسه مستمر. فلما اقرا الجزئيه الاولانيه دي افهم ان علي شغال في مصر بقاله 3 سنين، المفروض كان لسه شغال. الناحيه الثانيه قال لك علي شغال في لندن، يبقى معنى كده ان الحدث المفروض الحدث مستمر، بس بالرغم من ذلك اداني بلد ثانيه، فده غلط. الصح فين طيب؟ انك تقول لي علي has worked in Egypt for 3 years، وتروح حاطط له نقطه كده وتقول he still works، هو ما زال بيشتغل in Egypt، يبقى كده الجملة بقت مظبوطة زي الفل. إيه اللي خلاها اتظبطت؟ إنك أنت قلت لي هنا has worked اللي هي مضارع تام ومعاها for، فده معناها إن الحدث لسه مستمر، فالراجل قال لك فعلا هو ما زال يعمل إلى هناك إلى الآن. طيب افرض إنك عايز تعملها بالشكل التاني، يعني أنت عايز تقول لي علي worked in Egypt، يعني علي اشتغل في مصر for 3 years. ده معناها يا فندم رقم واحد هي no longer، ان هو لم يعد works there، انه لم يعد يعمل هناك. معناها برضو he now works مثلا في اي حته تانية غير ايجيبت، in London، في لندن. حلو. طيب عايزك تفهم كده وتركز معايا في الحته دي، انك لما تستخدم worked الى ماضي بسيط مع for، لما for تيجي مع ماضي بسيط معناها الحدث انتهى، ولو قرات دول هتلاقي فعلا معناهم الحدث انتهى. طيب يبقى اول فكره معانا ان سنس ان كلمه فور تيجي مع مضارع تام بحدث مستمر، مع ماضي بسيط يبقى حدث انتهى. طيب الحته اللي بعد كده او الفكره الثانيه اللي عليها الدور بقى اللي عايزك تهتم بيها وتركز عليها في مضارع التام، احنا واخد 25 ملحوظه فعايز تركز في كل اللي هقوله كده بالتفصيل. الملحوظه الثانيه هو الجمله لما اقول لك مثلا في جمله هي هاز ليفد ان ايجيبت سنس 2000 تو. الجمله دي معناها ايه بالظبط؟ معناها ان الراجل ده عايش في مصر ولسه عايش فيها من 2002. ده معناها ان هي هاز ستارتد، يعني هو بدا هي هاز ستارتد ليفنج ان ايجيبت، ان هو بدا يعيش في مصر سينس 2002، او هي ستارتد ليفنج ان ايجيبت من 2002 لحد النهارده كام؟ 20 years ago. يعني من الاخر كده انك لما تقول لي في الجمله has lived اللي هي مضارع تام وتجيب لي سنس ومده زمنيه، ده معناها انه بدا يعمل الحاجه دي منذ التاريخ ده. ده معناها ايه طيب؟ معناها ان he still lives in Egypt. ده معناها ان الراجل ده ما زال عايش في مصر ولسه ما سابهاش وما غادرهاش. طيب ودي برضه كانت جايه جمله في جمله الامتحان اللي احنا حلناها مع بعض. الحاجه الثانيه في جملة لما اقول لك مثلا علي مت مي يسترداي، علي قابلني امبارح، هي نوت مي سينس 2002، يا ترى انت هتقول لي هازنت مت ولا هتقول لي هادنت مت؟ هروح انا اقول لك ركز كده في الحتتين المكتوبين دول. انت بتقول علي قابلني امبارح، هو اصلا ما قابلنيش من 2002. وفقا للمنطق واللي انت حافظه ان طبيعه الحال ان سنس
بيكون قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. فلو انت مشيت بالمبدأ ده بس كده من غير ما تاخد ان كل جملة حالة فريدة لوحدها، هتروح خابط زي السريع كده هذه انت. هقول لك لا، قصة الجملة دي ان هو بيقول لك علي قابلني امبارح، امبارح ده هو اليوم اللي قابلني فيه، كل اللي قبل امبارح ما كانش قابلني. فلاحظ انا قلت لك امبارح وما قبل، يعني معنى كده الموضوع كله برمته ماضي، وبالتالي انت هتستخدم هاد انتمت. جملة كمان على نفس الفكرة ونفس المنوال، وانا كنت قلت واحدة زيها قبل كده لما اقول لك اهلي، اهلي won the cup، النادي الاهلي فاز بالكاس. they not won it since 2005. يا ترى هنا هنقول they hadn't won it ولا they haven't won it؟ هتروح انت ماسك قلمك كده وعلى مهلك وتفهم. انت بتقول يا عم الاهلي فاز بالكاس، حلو، هم اصلا ما كانوش فازوا بالكاس من سنه 2005، ما كانوش بنوا في فازوا بالكاس من 2005، بس فازوا بيه امتى؟ امبارح السنه اللي فاتت. فالموضوع كله ماضي، فناخد مين؟ هادنت وان. طب افرض الجمله دي نفس الجمله بس انا مش هخفيها من الشاشه، مكتوبه كده اهلي، اهلي نوت ذا كاب سينس 2005، نفس الجمله. يا ترى هنقول هازنت وان ولا هنقول هادنت وان؟ انت طبعا اكيد واخد بالك ان النص، ان الجمله دي بيقول لك ان اهلي ما فازش بالكاس من 2005 الى الان. لاحظ دي معناها كده ايه؟ الى الان، فعشان كده ناخد مضارع تام. لكن في الجمله اللي قبلها لو انت خدت بالك في الجمله دي مثلا ان علي ميت مي، علي قابلني امبارح، هو ما كانش قابلني اصلا من 2002، يعني من 2002 لحد امتى؟ لحد امبارح. يعني خد بالك الموضوع ملوش علاقه بالمضارع اطلاقا، فكله في الماضي. طيب برضو دي الفكره اللي عليها الدور، فكره رقم أربعة. من الحاجات اللي بتلخبط الشباب استخدام فور وسنس. عايز تعرف ان فور بنجيب بعدها ذا لاست وبعدين بنجيب بعدها ظرف، حلو، لكن سنس بنجيب بعدها لاست بس وبعدها ظرف، وممكن كمان نستخدم سنس ونجيب بعدها ذا لاست بس نجيب بعد كده اسم. اديني امثله. اقول لك مثلا اي هافنت مش عارف ميت مين كده فور ذا لاست مانث، الشهر اللي فات يعني، او سينس لاست مانث. لكن مع سينس بقى لما نجيب ذا لاست، فانت تقول لي سينس ذا لاست وتجيب اي اسم، مثلا سينس ذا لاست ميتنج، سينس ذا لاست تايم، وهكذا. وخد بالك في مصطلح عندي اسمه فور از لونج از اي كان ري ممبر. تقريبا السؤال ده انت لو بتحل امتحانات فهو قابلك كذا مره. فور از لونج از اي كان ريمبر، يعني معناها لفتره طويله لا اعد لم اعد اتذكرها، مش فاكر كان امتى اخر مره يعني. طيب الحاجه اللي بعد كده كلمه يت وكلمه بيفور، هما الاثنين بنستخدمهم مع مضارع تام منفي، بس لما تقول لي اي هافنت ميت ذا مانجر، ذا مانجر يت، وبرضه جملة تانية I haven't met the manager before. الفرق بين الاتنين بشكل مختصر ان اللي فيها مضارع تام مع before ده معناها ان this is the first time، يعني دي اول مرة اقابل المدير، لكن دي معناها I always meet him، انا اصلا دايما بقابله بس مشفتوش النهاردة، او بتديك حق انك اي ميت هيم بيفور، معناها انك انت قابلته قبل كده بس النهارده لسه ما شفتوش، يعني في الموقف بتاع النهارده بس انت ما شفتوش. طيب ده اول جزئيه. في سؤال كان قابلنا في كتاب اي 1 كان بيقول لك وات هاف يو نوت دون اند هوب تو دو. يا ترى هنا هنقول ايفر ولا نيفر؟ الراجل في السؤال بيقول لك ما الذي لم تفعله، ما الذي لم تفعله وترغب في ان تفعله. لاحظ ان لم دي نفي، فسيادتك هتختار له هنا نيفر مباشره. وات هاف يو نيفر دان معناها ما الذي لم تفعله قبل ذلك وتتمنى لو انك تفعله. حاجه كمان، انت في الجمله اللي فيها تفضيل بتاخد مين؟ لما لك مثلا ذس از ذا موست اكسايتنج، مثلا اكسايتنج ماتش، ده اكثر ماتش مثير I have ever
واتشد. لاحظ ان في التفضيل بنستخدم مين؟ بنستخدم ايفر دائما. لكن انت لو عايز تديني جمله بمعنى منفي بس هي مثبته فتقول اي هاف نيفر واتشد ا فوتبول ماتش مثلا، انا عمري ما سمعت ماتش كره قدم. فلاحظ انك بتستخدم كلمه نيفر دي في جمله مثبته لكنها تعطي معنى منفي، يعني هي في جمله مثبته وبتديك المعنى نفسه اللي يكون منفي. عندك برضو من الافكار اللي عايز تعرفها، احنا ممكن نستخدم في السؤال هاو لونج مثلا، هاف يو ستايد ذير وتسكت على كده، او انك تقول له هاو لونج نفس السؤال برضو هاو لونج هاف يو ستايد ذير وفي الاخر خالص كده تروح كاتب له فور. والطريقه الثالثه انك تقول له فور هاو لونج هاف يو ستايد زيرو علامه استفهام. دي واحده، دي الثانيه، دي الثالثه، الرابعه، دي هم الاربعه بنفس المعنى. انك تقول له سينس وين هاف يو ستايد زير. لاحظ بقى كده يا عم الحاج ان عندك هاو لونج وهاو لونج اللي معاها فور وفور هاو لونج وسينس وين، كل دول كده بنفس المعنى كلهم مضارع تام. وعايزك تنتبه ان هاو لونج اجو دي بيجي معاها ماضي بسيط لان كلمه اجو اصلا زي ما انت عارف ماضي بسيط. طيب الراجل في الامتحان ممكن يروح بيديك سؤال عبيط جدا بس تتلخبط فيه للاسف، هقول لك هاو لونج اجو نوت يو ان ايجيبت، منذ متى وانت في مصر يعني، يا ترى هتقول لي ديد ولا هنقول وير؟ هتروح انت اكيد اكيد انت عارف الصح وهتختار له وير. طب ليه مش ديد؟ اصل ديد لازم يكون بعدها فعل في المصدر، وير دي بنستخدمها لما نجيب بعدها الفعل وده في ان جي، او نجيب بعدها الباست بارتيسيبل، او نجيب بعدها اسم او صفه، يعني الجمله اصلا بدون فعل، الجمله ما بيكونش فيها فعل. والجمله قدام سيادتك هنا ما فيهاش فعل فخدت لي مين؟ خدت لي الفعل وير. طب ازاي هنجيب بعد وير باست بارتيسيبل؟ اكيد ده في المبني المجهول، يعني انت عارف لما اقول لك وير فيكسد وير مندد وير ايتن القصص اللي انت عارفها دي. طيب الحته اللي بعد كده برضو اللي عايزين نراجعها مع بعض، ان في حاجه اسمها اتس وبعدين نجيب بقى عليها مده زمنيه وبعدين سنس وبعدين ماضي بسيط. واكيد انت عارف ان اتس دي هي حاجه من الاثنين، يا اما ات از او ات هاز بين. لاحظ دي كويس، فاقول لك اتس تو دايز، اتس تو دايز سنس اي لاست ميت علي، وهكذا. طيب عايزك برضو تعرف ان في تركيبتين شكل بعض بس مختلفين في في الاستخدام، ذا فيرست او ذا سكند او ذا ثيرد ايا كان، يعني تايم اي ميت علي ووز ان 2003 مثلا، دي جمله. الجمله الثانيه انك تقول ات از ات از ذا فيرست time it is the first time I have met Ali أو it is the first time for me to meet Ali. ركز بقى كده اما اشرح لك الفرق بين الاثنين. في دي عايزك تعرف انك لما تقول it is the first time it is the second time it is the third time هتجيب بعدها جمله فيها مضارع تام فاعل وهاف وهاج التصريف الثالث، او انك تستخدم for وبعدين المفعول وبعدين to المصدر. طيب لكن التركيبه الاولانيه the first time I met علي، اول مره انا قابلت علي، او انك تقول لي I first met علي in 2003، الاثنين دول بنفس المعنى. طب الكلام ده طبعا انت اكيد عارفه بس انت بترفرش معايا لانه اتقال في فيديو الشرح قبل كده. الحته الاهم من ده كله، عايز تعرف ان احنا ممكن نستخدم سنس ونجيب قبلها مضارع تام وبعدها برضو مضارع تام. بس قبل ما اشرح لك دي، هو ايه الفكره اصلا يا مستر ان سنس بيجي قبلها مضارع تام اللي احنا حافظينه يعني وبعدها ماضي بسيط، ايه الفكره يعني ان احنا بنعمل التركيبه ديت؟ ليه ما نجيبش ماضي بسيط هنا ومضارع تام الناحيه الثانيه؟ الفكره ان المضارع التام ده بيشير لحدث مستمر والماضي البسيط ده بيشير لحدث انتهى. على سبيل المثال انك تقول I have spoken well، انا بتكلم كويس، since I came here، منذ اتيت الى هنا. فانت جيت هنا وحدث المجيء انتهى ومن ساعتها وانت بتتكلم كويس والحديث مستمر. طيب وبناء عليه الجمله دي ممكن نعملها امتى التركيبه دي؟ معناها لما يكون في حدث مضارع تام، يعني الحدث ده مستمر وده كمان مستمر. بمعنى انت ممكن تقول لي I have visited علي since I have
lived here. افهم الجمله دي كده كقارئ بيقرأ الجمله ان سيادتك لسه بتزور علي ومستمر في زيارته، وان سيادتك برضو لسه عايش في مصر. طيب دي كده برضو ملحوظه. المحاضره 13، الفرق بين has been to و has gone to. دي معناها ذهب لمكان ولم يعد، لسه مرجعش، لكن دي ذهب لمكان وعاد منه. بمعنى علي not London. London. He will be back، يعني هيرجع ان شاء الله in two days، هيرجع في غضون يومين. ما دام لسه هيرجع يبقى هو ذهب ولم يعد، فانا هروح قايل لك هنا علي has gone to. خد بالك من القصه دي عشان القاعده الحته دي، برغم ان هي تافهه بس دايما تيجي في اسئله الامتحان. طيب الحاجه رقم 14 او الملحوظه رقم 14، انك ممكن تستخدم has been to وتجيب بعدها مكان، لكن ممكن تستخدم has been من غير to وتجيب بعدها صفه. على سبيل المثال she has been nervous، هي زعلانه since she lost her cat، منذ فقدت قطتها. لاحظ في الجمله دي انك انت خدت لي has been وجبت لي بعدها صفه وبعدين since، او انك تقول لي she has been to London، ان هي راحت لندن since اي حاجه بقى، اي زمن او اي مده زمنيه. طيب التركيبه رقم 15، عايزك تعرف الفرق بين الجملتين دول. علي is upset، يعني علي زعلان since he not his cat. يا ترى هنا هنقول lost ولا نقول has lost ولا نقول had lost؟ هروح انا لك اسالك سؤال، هو is دي زمانها ايه؟ مضارع، يبقى سيادتك محتاج تستخدم هنا برضو مضارع. ثانيا lost معناها فقد، و has lost برضو معناها فقد، و had lost معناها فقد. ما هو دي لخبطه، هما الثلاثة كده ماضي اهو. لا ما هو دي ماضي بسيط، لكن has lost ده مضارع تام بس احنا بنترجمه على انه ماضي، ودي ماضي، فبالتالي نستخدم has lost. لاحظ انك انت بتقول ان الراجل ضيع القطة عشان كده هو زعلان دلوقتي، الحدثين اصلا ليهم اثر، ليهم علاقة بالماضي. القطة ضاعت وهو لسه زعلان، لكن لو ضاعت من زمان اصلا زمان نسي، ما عادش فاكر اي حاجة. طيب في حتة برضه عايز تعرفها ليها علاقة بالمضارع التام المستمر، بمناسبة المضارع التام مستمر يعني. الجملة اللي هكتبها لك دي ناخدها مضارع تام ولا تام مستمر؟ أنت بتقول علي is upset برضه، upset he not his home work since مثلا 2 o'clock. يا ترى هنقول has done ولا has been doing؟ عايزك تفهم حتة عشان دي بتلخبط. الراجل بيقول لك ان علي دلوقتي زعلان عمال يعيط ومنزعج، اصل هو عمل واجبه ولا بيعمل في واجبه؟ اكيد لسه بيعمل في واجبه. طب يا مستر بنقول لك هو عمل واجب لمده 3 ساعات عشان كده هو زعلان. انا عايزك تفهم حاجه، هو ليه زعلان؟ عشان الواجب. طب لو الواجب خلص هيبقى لسه زعلان؟ لا اكيد طبعا، فالزعل هيكون انقضى يعني. فعايزك تعرف الحته دي، ان المضارع التام ده عباره عن حدث تام مستمر له اثر، حدث له اثر، تمام كده؟ الاثر ده الاثر نتيجة للحدث وليس لكماله. الاثر اللي هو ايه؟ اللي هو الزعل. هو زعلان ليه؟ نتيجة لاستمرار الحدث مش لان الحدث خلص. تاني واحدة كمان، مثال تاني. مام is tired، امي تعبانة. she has been washing all day، امي تعبانه اصلها بتغسل طول اليوم. هو ايه الاثر؟ ده الاثر وده الحدث. الحدث اللي هو الغسيل، ايه الاثر اللي طلع من الغسيل؟ التعب. فبقول لك ان الحدث ده، الحدث اللي هو التعب ده نتيجه، سوري الاثر، الاثر نتيجه للحدث واستمراره. الاثر اللي هو التعب ده نتيجه للحدث اللي هو ان انت بتغسل، ونتيجة الاستمرار الحدث مش ان الحدث انتهى. طيب هكتب لك جملتين كده بس عايزك تتعامل معاهم بفقه الامتحان. مستر عمر not English since 2006.
he is a good teacher، هو مدرس جيد. حلو، الاختيارات رقم ايه؟ هديك سلسلة اختيارات رقم ايه ورقم بي. يا ترى هتقول لي he has been teaching ولا he taught ولا he has taught؟ طيب يا ترى تقول لي he has taught ولا هي توت بس تتش الماضي منها توت؟ طبعا زي ما انت فاهم بفقه الامتحان يعني ايه، يعني راعي ان هو ممكن يعمل الاختيارات دي كده، ممكن يعمل لك الاختيارات دي. لو اداني الثلاث اختيارات دول فانا كده عامل حسابي ان هاز بين تيتشنج هي بس اللي صح. طب لو الراجل قال لك ايه اند سي، خلاص يبقى ايه اند سي فعلا، اصل هاز بين تيتشنج ده مضارع تام مستمر، وهاز توت ده مضارع تام بيفيد برضه الاستمرار، فناخدهم. طيب يبقى كده لو في ايه اند سي كنا خدناهم. طب الاختيارات هنا هاز توت ولا توت بس؟ لو هنقارن الماضي البسيط بالمضارع التام، فالمضارع التام ده بيشير لان الحدث مستمر. هنقارن المضارع التام مستمر مع مضارع تام، فده معناه ان الحدث انتهى وده مستمر. يا مستر استنى، انت لسه كاتب عند مضارع التام هنا مستمر وكتبت لي هنا ان هو انتهى. ايوه افهم لي، لما نجيب مضارع تام مستمر مع مضارع تام وعايز تفصل يعني بينهم، فمضارع التام اللي جبناه في مقارنه مع التام المستمر معناه ان ده انتهى وده مستمر. طب انا في الجمله دي اختار مين في الاثنين هنا؟ اختار هاز توت لان الراجل لسه بيدرس الى الان. الملحوظه رقم 18 يا شباب بقول لك اختار شي نوت تو روم سينس شي كيم. يا ترى هنقول هاز سويبت ولا هاز بين سويبنج؟ القاعده بتقول لك ان مع العدد ممنوع نستخدم مستمر، فما ينفعش تروح ناحيه المستمر لو انت معاك عدد، يبقى بالتالي ده هنستبعده لان قال لك تو رومز، يبقى احنا هناخد هنا هاز سويبت مباشره. طيب الملحوظه رقم 19 بالترتيب كده واحنا ماشيين، في حاجة لما أقول لك مثلا she has just left ده معناها إن هي لسه ماشية حالا، دي بتساوي she left a short time ago، معناها إن هي غادرت منذ فترة قصيرة جدا. لاحظ إن has have و has والتصريف الثالث ده مضارع تام، لكن اللي فيها ago ماضي بسيط. بس أنا عايزك تفهم إنك أنت مع الماضي البسيط خدت لي left، مع المضارع التام خدنا هاز جاست ليفت. طيب الملحوظه رقم 20، طب انا هعملهم في سيكونس كده عشان لو حبيت تراجع يبقى انت عارف رجعت كام ملحوظه. الملحوظه رقم 20 بيقول لك ان كلمه ثينك دي لو معناها يعتقد يبقى كده لا تاتي، لا تاتي مستمر. طب كلمه ثينك دي لو معناها يفكروا في تاتي مستمر عادي، اقول لك اي هاف بين ثينكينج اباوت يو، انا كنت افكر فيك. لكن اي ثينك او اي هاف ثوت يو معرفش ايه كده، اعتقدت انك ستاتي مثلا، يبقى اي هاف سوت. طيب الحته رقم 21 عايزك تعرف ان لما تلاقي المصطلحات دي اوفر ذا ييرز مثلا او ثرو اوت ذا يير او ماي لايف او اي حاجه او اوفر ذا لاست فيو ييرز اوفر ذا لاست تو ايا كان، يعني اوفر دي برغم ان في لاست بتاعت ماضي بسيط بس الناس دي كلها كده بتيجي مع مضارع تام دائما. خد كمان عندك الملحوظه رقم 22 دي، في حاجه عندك اسمها سينس وفي حاجه اسمها سينس زن، وانت اكيد عارف كويس وحافظ ان سينس بيكون قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، لكن سينس زن العكس بيكون قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. طيب سوري العكس، انا عملت نفس القصه، سينس زن بيكون قبلها العكس، يعني هنا ماضي بسيط وبعدين مضارع تام. عايزك تعرف هي جت منين التركيبه الغريبه دي، هو سينس يعني منذ، لكن سينس زن معناها منذ ذلك الحين، فانت بتقول انا عملت الحاجه دي ومنذ ذلك الحين وانا بعمل حاجه معينه، يعني الحاجه ديت انتهت ومنذ ذلك الحين والحاجه دي مستمره، وانت عارف ان الحدث اللي انتهى بنستخدمه ماضي بسيط والمستمر بنحطه مضارع تام. طيب ومثال على ذلك عشان تبقى الدنيا واضحة، ممكن مثلا اقول لك I have studied English، انا درست انجليزي English I have studied English since I joined this course، انا بدرس او انا درست انجليزي منذ التحقت بهذا الكورس، have studied وادي since وبعدها ماضي بسيط. اللي انت التحقت بالكورس فعلا والالتحاق ده انتهى، موضوع انك دفعت الفلوس وخلص، لكن من ساعتها وانت بتستمر في دراسه الانجليزي.
ممكن نقول بقى I joined. I joined this course. أنا التحقت بالكورس ده since then ومنذ ذلك الحين وأنا بدرس إنجليزي ومستمر في الدراسة. فأقول لك since then I have studied. لاحظ إن المضارع التام معناه حدث مستمر. مش قادر تفهمها احفظها إن since then بعدها مضارع تام قبلها ماضي بسيط. طيب الموضوع خلصان. دي كانت الملحوظة رقم 22. ادخل بعد كده بقى على الملحوظة رقم 23. في الملحوظة دي عايزك تعرف حتة وتدركها ان احنا اصلا لما نستخدم سنس اي رابط في الدنيا بنستخدمه بنجيب قبله مضارع وبعده مضارع، قبله ماضي وبعده ماضي، ما عدا سنس بنجيب قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. لكن عندك مثلا رابط زي وين، لو جبنا قبله ماضي فاللي بعده لازم يكون ماضي، لو جبنا قبله مضارع فاللي بعده لازم يكون مضارع. على سبيل المثال I met علي، أنا قابلت علي when I was in London، أنا قابلت علي لما أنا كنت في لندن. لاحظ في الجملة دي كده زي الشاطر إن عندك الرابط في النص when، فبعد قبلها ماضي وبعدها ماضي. لكن أنت كان ممكن تقول أي جملة من اللي فوق دول وتلاحظ إن قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. زي دي مثلا، هنا مثلا عندك سينس قبلها مضارع تام بس بعدها ماضي بسيط، فسينس هي الوحيده اللي بتقبل انك انت تلخبط في الازمنه قبلها وبعدها، لكن الرابط الثانيه لا. في حاجه كمان عايز تعرفها اللي هي من الحظر رقم 24، يعني ان كلمه سينس يا شباب ممكن نجيب بعدها الفعل ونضيف له اي ان جي لو ما فيش فاعل، بمعنى I have met many new people، انا قابلت ناس جدد كثر since working here. working here يعني منذ العمل ها هنا، خد بالك من القصه دي. طيب حته كمان رقم 25، كمان بقى ملحوظه 25 ودي تقريبا اخر واحده. عندك كلمه سنس وعندك كلمه اسمها ايفر سنس، الاثنين دول بياتوا في اخر الجمل، بيكونوا في اخر الجمله. على سبيل المثال علي left كايرو، علي غادر القاهرة، حلو، and hasn't come ولم يعد since او since then، بمعنى ان علي غادر القاهرة ولم يعد الى هنا منذ ذلك الحين او منذ فعل ذلك. فانا عايز تفهم ان since then او ever، سوري انا عملت since then دي غلط، ever since المفروض ever since. يبقى انت بتقول لي علي غادر القاهرة ولم يعد منذ ذلك الحين اللي اسمها ever since او since لوحدها. طيب يبقى اقول تاني ان عندك since و ever since، الناس الاتنين دول بنستخدمهم في اخر الجملة بمعنى منذ ذلك الوقت، منذ ذلك الحين. توصلت هنا كده يبقى اكيد انت سمعت جزئية المضارع التام اللي فاتت. تعال بقى نكمل كده مع بعض. القاعدة اللي بعد كده هي قاعدة المستقبل. عايزك تعرف المستقبل ده احنا بنعبر عنه باربع طرق. قبل ما تبدا تفهمني كده لازم تعرف دول ويكونوا متفقين عليهم. الطريقه الاولانيه انا بستخدم ويل والفعل في المصدر، الطريقه الثانيه انا استخدم مضارع بسيط للتعبير عن المستقبل، وبعدين الطريقه الثالثه ان مضارع المستمر للتعبير عن المستقبل، واخر حاجه اني بستخدم بي جوينج تو اللي بتساوي بي اباوت تو. اول حاجه كده معانا ويل. انا بستخدم ويل دي في العرض والطلب، بستخدمها في التهديد، بستخدمها مع القرار السريع، بستخدمها في الكلام عن المواليد ومع الفاظ الاحتمال، وبستخدمها مع كلمات زي كلمة I am sure، زي كلمة I am afraid، زي كلمة hope اللي معناها يتمنى او يأمل. طبعا لازم تعرف الكلام ده. طب المضارع البسيط، المضارع البسيط بستخدمه مع المواعيد الثابتة. يعني ايه مواعيد ثابتة؟ اي حاجة هتحصل حتى لو انت ما حضرتش، زي ميعاد القطار كده كده هيطلع القطار لو انت ما جيتش او جيت، زي ميعاد الاكزام الامتحان، زي ميعاد الماتش المباراه، زي ميعاد الليكتشر المحاضره. الكلام ده موجود بالتفصيل على القناه لو انت حابب تسمعه ولو انت القاعده مرخبطه معاك. مضارع مستمر مع الترتيبات، اي حاجه بنعملها بتحتاج ترتيبات باخد معاها مضارع مستمر. على سبيل المثال الميتنج الاجتماع، الكونفرنس المؤتمر، الزيارات الفيزيتس، الترافل السفر، واحد مسافر. طيب بي جوينج تو وبي اباوت تو بستخدمهم هما الاثنين لما يكون رقم واحد بتكلم عن امبيشن، يعني امبيشن طموحي الشخصي، بس بشرط يكون طموح شخصي. فاقول لك اي ام جوينج تو بي ا دكتور، انا هكون دكتور. انت خدت جوينج تو لانك بتكلم عن نفسك، لكن بتقول شي ويل بي
a دكتور، لانك بتتكلم عن حد تاني مش عن نفسك. ده بالنسبه للامبيشن. الحاجه التانية مع going to بنستخدمها عند اقتراب حدوث الشيء. يعني ايه اقتراب حدوث الشيء؟ بص على الجمله دي كده، اقول لك مثلا watch out اللي فيها تحذير برضو، يعني the boy is going to fall معناها احترس الواد هيقع. انا ليه بقول لك احترس وعمال اصوت؟ عشان الولد اقترب من انه يسقط. ودي برضو ممكن نقول عليها الفاظ التحذير. الفاظ التحذير باخد معاها going to. لكن انتبه لما يديك جمله زي كده مثلا watch out، هنا في الجمله دي قلت لك watch out the boy is going to fall. لكن لو انا كان ممكن اقول لك بطريقه ثانيه watch out or the boy will fall، والا الولد سيسقط. ركز في الجمله اللي كتبتها لك الاولانيه watch out احترس، فخدنا the boy or the boy will. خد بالك ما دام في or اعرف انك عايز will مباشره، اي حاجه فيها هاب تعرف انك عايز will. لكن في الجمله الثانيه بتقول احترس الواد هيقع، انت ما قلتليش or لانك متاكد، وده اقتراب حدوث الشيء. بس خد بالك من الجمل المخادعه اللي زي دي كده. مثلا اقول لك مثلا على سبيل المثال watch out احترس a car not is coming، ديت صح، is going to hit you كده صح برضو. بس ركز ان انا غيرت الفعل. في الجمله الاولانيه بقول لك احترس العربيه is coming، العربيه مقبله تجاهك، ده مضارع مستمر، ده كده مضارع مستمر. لكن لما اقول لك ان احترس العربيه سوف تصدمك، ده مستقبل، ومع المستقبل انا خدنا going to. طيب في جملتين برضو كانوا جايين في اسئله، ما اعرفش ملف حد من الاساتذه يعني. طب بقول لك the film starts at 2، الفيلم هيبدا الساعه 2، ده ميعاد ثابت. لكن لو انت قلت لي I think the film، اعتقد ان الفيلم، هنا هتقول لي will start، لانك انت كده بتهبد، انت مش عارف ميعاد الفيلم. الجمله الاوليه انت ماسك الجدول وبتبص بتقول الفيلم هيبدا، فخد بالك من دي كويس. طيب ده بالنسبه لموضوع المستقبل. وباكد تاني يا جماعه، اي رابط بنجيب بعده مضارع الناحيه التانيه بيكون زي ما اتفقنا يا مضارع يا مستقبل يا اما امر. قلنا الموضوع ده 4500 مره. عندك زمانين اسمهم برضو مستقبل مستمر ومستقبل تام. مستقبل مستمر اللي هو معناها سيكون مستمرا فيه، على سبيل المثال I will be studying، انا هكون بذاكر tomorrow from 2 to 7، بكره من الساعه 2 للساعه 7 هكون مستمر. يعني لو انت جيت هتلاقيني مستمر في المذاكره. لكن الزمن الثاني اسمه مستقبل تام. ايه مستقبل تام؟ يعني معناها ان الحدث هيكون قد اكتمل، هيكون الحدث ده خلص. اللي هو مين بقى بالظبط؟ يعني على سبيل المثال she will have graduated، هتكون تخرجت by 2026، يعني قبل سنة 2006 هتكون تخرجت. وهنا بقى في ملحوظة عايزك تركز فيها، انك لما تلاقي باي بعدها مستقبل تفكر، خد بالك تفكر في مستقبل تام، بس ما يكونش العلم الموضوع يقيني. يعني ليه؟ انا ممكن اقول لك by 2025 we will have built a house، هنكون بنينا بيت والبيت هيكون خلص واكتمل واحنا نقعد فيه. لكن by 2025 people will use visa cards. عارف الفكرة فين؟ انك لما تقول لي will use معناها الناس هتستخدم وهتستمر في استخدام حاجة معينة. يعني كل واحد عايز يستخدم فيزا هيستخدمها. لكن دي انت بتقول انا هكون بنيت البيت وقاعد فيه وموضوع البناء ده تم وخلص. يعني الحاجة دي هتحصل مرة واحدة، لكن دي حاجة هتستمر. دي ملحوظة عايزك تركز فيها في موضوع المستقبل التام ومستقبل المستمر. طيب بعد كده عندنا جايب قاعدة المعلوم والمجهول. عايزك الأول رقم واحد ترجم الجملة علشان تعرف هي معلوم يا سيدي ولا مجهول. طب يا مستر هي طلعت مجهول. بعد ما أعرف كده أحدد الزمن بتاع الجملة دي إيه بالظبط. طب إيه لازم تحديد زمن الجملة؟ ما انا لما اجي احل جمله زي دي كده اقول لك مثلا ذا كار نوت يستر داي، يا ترى هنا هقول ستول ولا هاد بين ستولن ولا ووز ستولن؟
انا ترجمت الجمله فمش هينفع اقول لك السياره سرقت، اكيد السياره سرقت، فده اصبح كده مبني للمجهول. ومعايا يسترداي يبقى ده زمن وماضي بسيط، فانت عايز مبني المجهول في الماضي البسيط، فبتروح قايل لنفسك وعباره عن فيرب تو بي والباست بارتيسيبل والشكرا دي مش موجوده وده ماي تام، يبقى انت هتختار ويل ستولن. فلو انت ترجمت الاول عشان تعرف معلومه ولا مجهول، حدد معلومه ولا مجهول، وبعدين حدد الزمن. رقم ثلاثه فكر في الصيغه المطلوبه هنا ايه بالظبط. طيب الموضوع مش صعب غير كده كمان، انت وانت بتحل هتلاقي الدنيا بسيطه لو انت حافظ التركيبات. طيب عايزك تعرف برضو ان كلمه suggest دي بنجيب بعدها الفعل المضاف له ing، I suggest reading the book، او ذات فاعل مود مصدر، فعل في المصدر ايا كان الفاعل ده مفرد او جمع. I suggest reading، I suggest that علي read، ما قلناش reads. بس انا ما بشرحلكش suggest هنا عشان الحته دي، انا بشرح suggest هنا تحديدا علشان اقول لك انك ممكن تقول لي be suggested في المجهول يعني to والمصدر، او be suggested to be والباست بارتيسيبل. كان جايب جمله زي كده تقريبا في 2011، كان بيقول لك ذا بلاي المسرحيه was suggested اقترح canceling ولا to cancel ولا to be cancelled. هروح انا مترجم الاول، المسرحيه اقترح ان تلغى، خد بالك انت قلت لي تلغى، يعني كده مبني معلومه ولا مجهول؟ لا ده كده مجهول. بما انه مجهول يا فندم فانت هتفكر في حاجه من الاثنين دول، بي سجستد تو المصدر لو النص الثاني ده معلوم، بي سجستد تو بي باست بارتيسيبل لو النص الثاني مجهول. بس ركز النص الاولاني ده كده كده هو مجهول. اقترح انه يفوز او انه يهزم. فتيجي نشوف كده جملتنا بيقول فيها ايه بقى، المسرحيه اقترح ان تلغى، يبقى ده مجهول، يبقى انا عايز تو بي باست بارتيسيبل، دي لا ودي معلوم، لكن هاخد تو بي باست بارتيسيبل زي ما اتفقنا. جمله كمان مثلا، علي ووز سجستد تو، يا ترى ليد ولا بي ليد ذا تيم. انت بتقول في الجمله علي اقترح ان يقود، يبقى تو المصدر، لكن تو بي ليد ان يقاد. طيب فدي مش كده خلاص. عايز تعرف برضو ان اي فعل مضاف له اي ان جي في المعلوم لما نيجي نعمله في المجهول بنخليه بينج والباست بارتيسيبل. الموضوع مش صعب. على سبيل المثال she avoided seeing سامي، هي تجنبت ان ترى سامي، ده معلوم. طيب جمله ثانيه she not by سامي، هي تجنبت ان ترى ولا ان ترى، ان ترى، يبقى ده كده مبني للايه؟ للمجهول. يبقى ما دامها مجهول هي في المعلوم كانت اي ان جي زي ما انا عملت لك كده، ما قلت لك هنا اهو سي افويد سينج معلوم. طب عايز اخليها مجهول يبقى بينج باست بارتيسيبل، فانا هنا هقول لك بينج سين، اوعى تستخدم تو، افويد اي ان جي على طول. اي فعل مضاف له اي ان جي في المعلوم عايز تجيب منه المجهول هتبقى تو، هتبقى سوري بينج باست بارتيسيبل. طيب الفكره اللي عليها الدور بعد كده، عندك ميك، تقريبا ميك دي مفيش امتحان مفيش تمارين في اي مدرس عملها غير لما تلاقيها موجوده. ميك مفعول مصدر وممكن نستخدم صفه، وهنا عايزك تعرفها الاول شي ميد هير سيلف ساد، جعلت نفسها حزينه. شي ميد هير سيلف هيرد، جعلت نفسها مسموعه، علت صوتها يعني. شي ميد هير سيلف اندر ستود، جعلت نفسها مفهومة من قبل الآخرين. فخد بالك heard و understood دول الاثنين دول صفات. طيب حاجة تانية بقى، she made علي wash the car، جعلت علي يغسل السيارة، ده كده معلوم. طب عايز أخليها مجهول، في المجهول هتقول be made to والفعل في المصدر، يعني أنت هتروح عايز تقول لعلي أجبر على تنظيف السيارة، فهتقول علي was made to wash the car. خد بالك ان انت هنا عايز او ممكن تستخدم بدل made force، فتبقى الجمله علي was forced to wash the car. وهنا ممكن الراجل يلعب لعبه في الامتحان يقول لك اماني was not to help me، يا ترى هنا هنقول ميك وانا هنقول forced؟ هتروح انت مختار من غير ما تفكر ولا تدبر forced. يا مستر ما انت لسه قايل لي فوق حالا، انت قلت لي بي made to المصدر بتساوي برضو be forced to المصدر، ليه ما ناخدش دي؟ ما هو عشان دي ميك حضرتك، المفروض تقول was made اجبر على. ركز في الكلام اللي ده، الكلام الدقائق اللي زي ده. انت عارف ان allow مفعول to والفعل في المصدر، ولو بدون
مفعول بناخد الفعل مضاف له اي ان جي. طب ده لو كان معلوم. طب لو كان مجهول هتبقى تو بي باست بارتيسيبل، ده لو كان مجهول. خد بالك، خد لك مثال على دي. مام allows using her room، امي تسمح باستخدام غرفتها، ما قالكش تسمح لمين، فانا هنا ما فيش مفعول. عندك كلمه let لا تاتي في المجهول، بمعنى ما فيش حاجه اسمها was let، دي مش موجوده في الانجليزي. ما فيش حاجه اسمها has been let، كلمه let نفسها ما بتجيش في المجهول. طب الحل، بنستبدلها بكلمه allow. الصيغه الوحيده اللي بينفع نستخدم فيها let في المجهول انك تقول مثلا she let herself be cheated، يعني هي سمحت لنفسها بان تخدع. خد بالك من دي كويس. طيب I don't let myself be cheated، انا لا اسمح لنفسي بان اخدع. وممكن اعملها بشكل مخادع شويه واقول لك I don't let myself cheat. ركز بقى في الفرق بين الاثنين. في الاولانيه انا لا اسمح لنفسي بان اخدع، هنا انا مفعول، دي كده مفعول، انا مفعول. لكن انا لا اسمح لنفسي بان اخدع، انا الفاعل، انا اللي بخدع، يعني دي كده مبنيه للمعلوم مش للمجهول. طيب يبقى اتفقنا كده كلمه let ما تجيش في مجهول. خدنا كلمه allow. عندك want، want بيجي بعدها to والمصدر. حلو، يبقى اكيد في المجهول اي حاجه بعدها to والمصدر بيكون بعدها to be والباست بارتيسيبل، اي حاجه في الدنيا زيها. لكن مع want انا ممكن اقول لك I want this room cleaned. ايه الفكره يا عم الحاج؟ الفكره ان want بنجيب بعدها مفعول باست بارتيسيبل، دي من صيغ استخدامها. want شيء باست بارتيسيبل، دي ممكن نحط مكانها برضو want الشيء to be والباست بارتيسيبل. I want احمد، I want احمد to open the door. I want the door opened. I want the door to be opened. الاثنين ينفعوا. طيب عندك افعال لا تاتي مجهول، افعال لا تاتي مجهول. القاعدة اللي انت تحس نفسك ملخبط فيها اسمعها، كل قواعد الانجليزي موجودة على قناة اليوتيوب ومفتوحة في المحتوى المفتوح مجانا. فلو انت عندك قاعدة معينة حاسس ان انت ملخبط روح عليها اسمعها. واكيد مش هتسمع كل القواعد، فلو في قاعدة معينة اسمعها. افعال ما بتجيش في المجهول، اي حاجة معناها يحدث. كلمة live، كلمة stay، انت اصلا لما تترجم ما تلاقي نفسك ينفع نقول يبدا، ينفع نقول يقام، ينفع نقول يعاش مثلا، يحدث، ينام، الافعال دي ما ينفعش تيجي مجهول. تمام، اي كلمه معناها يملك ما تجيش في المجهول اطلاقا ايا كانت الكلمه دي هي مين. طيب كلمه هاف، ركز، كلمه هاف تحديدا لا تاتي مستمر ولا تاتي ولا مجهول. كلمه هاف ما تجيش مستمر ولا مجهول، ركز في دي كويس. طب كلمه اون اللي معناها يمتلك، يمتلك لا تاتي مستمر لكن تاتي مجهول، سواء كلمه اون او بوزيز اللي معناها يمتلك. يبقى اي كلمه معناها يمتلك ما تجيش مستمر، ده كون الكلام خلصان. تمام، ركز بقى في الحته دي كويس عشان انا فصلت لك دي. اي كلمه معناها يمتلك، اي كلمه معناها يمتلك هتفكر في دول. لو هاف بمعنى يمتلك ما تجيش مستمر ولا تيجي مجهول. طب كلمه اون او بوزيز ما تجيش مستمر بس تيجي مجهول. تاني، هاف لا مستمر ولا مجهول. طب اون وبوزيز ما تجيش مستمر لكن تيجي مجهول. حلو، طيب افعال زي كلمه سي وزي كلمة watch وزي كلمة notice اللي معناها يلاحظ وزي كلمة hear وزي كلمة feel معاهم كمان. الأفعال دي كلها كده لها احتمالين، لها احتمالين في المعلوم وفي المجهول. في المجهول، في المعلوم يا فندم أنت بتجيب بعدها المصدر أو تجيب بعدها الفعل المضاف له ing. فلو أنت خدت المصدر بعدها وعايز تحولها لمجهول فتبقى to والمصدر، ولو انت خدت الاي ان جي فتبقى في المجهول برضو منها اي ان جي. مش فاهم اي حاجه، خد الجمله دي. I saw him running، انا رايته يجري. سو معلوم، ده معناها ان هي ووز سين، هو رؤية يجري. انت خد بالك هنا سو جبت لي بعدها الفعل المضاف له اي ان جي، يعني انت في المعلوم خدت الاي ان جي، عايز اخليها مجهول فخليها اي ان جي برضه. هي ووز سين رانينج. طب وانا ايه اللي هيعرفني هي معلوم ولا مجهول؟ ما هما الاثنين كده كده اي ان جي. اللي هيعرفك حضرتك ان دي سو رأى، لكن و سين رؤيه، تمت رؤيته. واحده كمان، شي سو علي ووتش تي في، هي شافت علي بيسمع التلفزيون، ده فعل في المصدر، ده معناها ان علي ووز
seen to watch TV. طب هو ايه الفرق بين ان اقول لك ان اقول لك في المعلوم مصدر او ان اقول لك ing؟ لو انت جبت لي مصدر معناها ان انت شفت الحدث كاملا، لو انت جبت لي ing معناها انك شفت لي جزء من الحدث. على سبيل المثال I saw علي not his dog. It was aggressive. الموضوع كان عدواني. So I left at once. الموضوع كان عدواني عشان كده انا مشيت في الحال. يا ترى هنا هنقول hit ولا hitting وكمان was hitting كمان؟ ركز معايا. انت جبت لي هنا سو فبعدها ممكن الفعل مضاف له ing او انك تاخد بعدها الفعل في المصدر. حلو؟ لانك انت عايز معلوم. ليه؟ اللي عرفك انه معلوم انا رايت علي يضرب، رايته يضرب معلوم اهو. طيب بما انها معلوم في الاي ان جي والمصدر صح، دي مش معانا. بس المصدر لو الحدث كامل واي ان جي لو الحدث مستمر. انت بتقول انا ما استحملتش فسبت ومشيت، يعني معنى كده انك سبته بيضرب ومشيت فالفعل مضاف له اي ان جي. طيب عايز تعرف ان المستقبل المستمر والمضارع، مستقبل التام المستمر ومضارع التام المستمر والماضي التام المستمر، الناس دي ملهاش مجهول. طب انا عايز اعملهم مجهول، انا قدامي جمله مستقبل تام مستمر عايز اخليها مجهول او مضارع تام مستمر او ماضي تام مستمر، بتجيبهم للاقرب. مستقبل تام مستمر تبقى مستقبل تام عادي، ودي مضارع تام مستمر يبقى مضارع تام عادي بس خليه في المجهول. يعني مثلا have been reading he او I have been reading a story مثلا، انا كنت بقرا قصه. حلو؟ ده معناها ان a story has، بص بقى، been read. اوعى تقول has been being، هي كانت مضارع في الجمله الاصليه، كانت مضارع تام مستمر انت حولتها لمضارع تام عادي بس خليتها مجهول. في افكار عايزك تركز فيها وانت بتحل. على سبيل المثال nothing was done، لا شيء فعل. اصلك انت عايز مجهول، وخد بالك انت هنا في الجمله دي ما ينفعش تقول wasn't done. ليه يا عم ما ينفعش wasn't done؟ لان nothing اصلا نفي. ركز. طيب عندك كلمه need بعدها في المعلوم to والمصدر، we need to go ده معلوم. طب في المجهول منها، المجهول منها انت بتجيب need ing او to be والباست بارتيسيبل، ماي كار نيدز فيكسينج او تو بي فيكسد. كمان عندك في فكره الافعال اللي زي ري ممبر مثلا وزي كلمه لايك على سبيل المثال بنجيب بعدها تو والمصدر او بنجيب بعدها ان جي، الاثنين دول لو كانت الجمله مبنيه للمعلوم صح. طب المجهول منهم زي ما اتفقنا، اي حاجه فيها تو تبقى تو بي والباست بارتيسيبل، اي حاجه فيها ان جي تبقى بينج والباست بارتيسيبل. طب ما هي ريمبر تو والمصدر او ريمبر اي ان جي، نفس القصه بينج وهنا تو بي باست بارتيسيبل. الموضوع سهل ولطيف وما فيهوش مشكله. فكرتين ما لهمش اي 60 لازمه بس انت اكيد هتسالني عليهم، كلمه سيل وكلمه ريد. الناس دي ممكن تستخدم زي ما هي كده في المجهول. على سبيل المثال اقول لك ذا بوك سولد 100 كوبيز، يعني الكتاب ده بيع منه اكثر من 100 نسخه. ذا مسج الرساله رد، واروح كاتب لك نص الرساله، يعني شاء في نص الرساله كذا. القاعده اللي بعد كده يا شباب هي ضمائر الوصل، قاعده من الطف واخف القواعد، بس الموضوع كله متوقف على حاجه واحده بس، الترجمه. ترجم يا عم علشان تشوف انت عايز ضمير وصل يعود على ايه. يا ترى هو يعود على عاقل ولا غير عاقل، مكان ولا زمان، وهكذا. لو كان بيعود على عاقل فالعاقل ده ممكن يكون فاعل، بما انه فاعل فانت هتفكر في هو او تفكر في ذات فقط. طب لو كان هو مفعول عاقل فحضرتك هتفكر في واحدة من التلاتة، إما هو أو هوم أو ذات، بس أنا قلت لك هتفكر فيهم ما قلتلكش هناخدهم. طب إحنا بنختار وفقا لإيه بقى سيادتك؟ على سبيل المثال the student not you punished، الطالب اللي أنت عاقبته. الطالب ده موقعه في الإعراب إيه يا فندم؟ الطالب ده موقعه في الإعراب مفعول، ما هو أنت يا فاعل عاقبته. يا ترى أختار هنا هو ولا أختار ذات ولا اختار هوم ولا كلهم حلوين زي الفل؟ هروح انا قايل لنفسي بما ان هو الطالب ده مفعول، وانا اتفقت قبل كده ان هو بما انه مفعول عاقل ينفع هو وهوم وذات، فهنا هم الثلاثه ينفعوا هو هوم وذات، يعني كده اقول. طيب نفس الجمله دي لما اقول لك مثلا ذا ستودنت
the student. Not came late. تمام؟ معرفش حاجات كتير كده. في الجملة دي هناخد مين يا ترى؟ Who ولا whom ولا that ولا نختار منهم اتنين ولا كلهم ولا ايه بالظبط؟ انت بتقول الطالب الذي جاء متأخرا، فالطالب ده موقعه في الإعراب هنا فاعل، حلو؟ بما ان هو فاعل فينفع هو وينفع ذات، الاتنين دول بس، لكن هم لا. طيب نفس الجملة دي لو انا بقول لك ذا ستودنت وبعدين كما نوت كيم ليت ووز بانشد، لاحظ ان في الجملة دي الفرق بينها وبين كل اللي فات ان في هنا كما. طيب احنا بنتفق الاول مبدئيا كده هكتب لك الاختيارات، يا ترى هنقول هو ولا هوم ولا ذات؟ انت كده بالعقل والادراك ترجمت الجمله لقيت ان الطالب ده هو فاعل، هو اللي جاء متاخرا فهو فاعل، الطالب الذي جاء متاخرا عوقب، حلو؟ فبما انها فاعل فنستبعد هوم، انا اصبح معايا هو وذات الاثنين ينفعوا، حلو؟ بس الكما ما ينفعش معاها غير هو، القاعده بتقول لك، القاعده بتقول لك ممنوع، ممنوع نستخدم ذات مع الكما ومع حرف الجر قبلها، وركز انا اطلق قبلها لكن ممكن نجيب بعدها عليه حرف جر. ممنوع نستخدم ذات مع الناس دول. طيب دي جمله. طيب عايزك تعرف كمان من الملاحظات في ضمائر الوصل اللي مهمه ان ممنوع حرف الجر، باختصار يعني ممنوع حرف الجر، بص الحته دي، قبل، ممنوع حرف الجر قبل الناس دول، سواء هو ولا ذات ولا وير ولا وين، ما ينفعش ابدا حرف جر مع الناس دول، حرف الجر يجي مع قبلهم لا. طيب لكن حرف الجر، لكن الجر ممكن بعد، نستخدمه بعد هو عادي ونستخدمه بعد ذات عادي. عشان كده انت عارف ان في سؤال هو ديد يو جو ويز، مع من ذهبت؟ ما انا عندي ويز حرف جر اهو وخدناه عادي، لكن انا ممكن اقولها بطريقه ثانيه، اقول لك ويز هوم ديد يو جو، والنظريه اللي انا اعتمدت عليها في الجمله الثانيه دي اللي هي ويز هوم، ان انت لما يكون معاك حرف جر مع العاقل فحضرتك بتفكر مباشره في هوم وما ينفعش غيرها، لو انت جبت لي حرف جر مع الغير عاقل فسيادتك بتفكر في ويتش بس ما ينفعش غيرها. طيب مثال على ذلك، مثلا جمله زي دي ذا كار نوت يو اباوت، خلينا نقول اباوت، اباوت نوت you told me was not fast. العربية اللي انت حكيت لي عنها يا عم ما كانتش سريعة، انا يا ترى هستخدم هنا هو ولا استخدم which ولا استخدم ذات، مع العلم ان انا عارف ان which بتساوي ذات. في الجملة دي انت جبت لي حرف جر about، ده حرف جر، بما ان حرف جر فانا هستبعد هو واستبعد ذات طبيعي، فهختار مين؟ اختار which. طب يا مستر ما which بتساوي ذات، ايوه بس حرف جر مع السيارة الغير عاقل ناخد which مباشرة الموضوع منتهي. طيب اهم حاجه اقرا الجمله للاخر. طب اقرا الجمله للاخر ليه بقى؟ عشان انت ممكن في جمله يقول لك ذا سيتي نوت اي ليف از بيج مثلا، او ذا سيتي نوت اي ليف ويز ماي فاميلي از بيج، وجمله ثالثه كمان بيقول لك ذا city not I live in with my family is big. في كل واحدة من دول هنفكر يا ترى نختار هنا which ولا نختار where؟ برضو نفس القصة، which ولا where؟ انا متعمل اكتبهم هما التلاتة اختياراتهم مع انها واحدة يعني عشان ما تسرحش. طيب بس قبل ما احل الجملة دي عايزك تفهم حتة كده الاول، ان كلمة which دي بنستخدمها بمعنى الذي بس. طيب لكن كلمة where اللي بستخدمها مع المكان، وين اللي بستخدمها مع الزمن، الاثنين دول معناهم الذي وحرف جر بعدهم، الذي فيه، الذي منه، الذي اليه وهكذا. طب وانا بحل الجمله الاولانيه بترجمها، بيقول لي المدينه انا اعيش تكون كبيره، يعني اكيد التي فيها، التي فيها يعني التي وحرف جر، فحضرتك بتتكلم على مكان فتاخد وير، تاخد له هنا وير. طب المدينه اي ليف ويز ماي فاميلي، المدينه التي فيها اعيش مع عائلتي، هو مديني هنا كلمه فيها؟ مديني ان؟ لا ما ادانيش، يبقى برضه هنستخدم وير. طب الجمله اللي بعدها المدينه التي انا اعيش ان يعني فيها مع عائلتي، يبقى هنا نستخدم برضه مين؟ نستخدم ويتش. طب ليه ويتش؟ مصل ان ويتش يعني التي فيها. هروح واحد قايل لي كده من اخر الصف يا مستر ما هو هنا كان في ويز برضه وانت ما خدتش الا وير، ليه؟ ما حرف جر اهو. بس يا فندم ركز في دي كده، ركز في اللي هكتبها لك بالعربي دي، حرف الجر
يعود على الفاعل اللي هناخد له ضمير وصل. ما تروحش انت شايط لي حرف جر من اخر الدنيا وتقول لي ما حرف جر اهو. كمان واحده، the day not I visit my family in London is the best day ever. اليوم اللي انا بزور فيه اسرتي في لندن هو افضل يوم على الاطلاق. عم الحاج بيقول لك اختار، تختار هنا وير ولا تختار ويتش ولا تختار ان ويتش ولا ات ويتش، حاجات كتير كده متنوعه اللفه يعني. انت بتقول اليوم الذي انا ازور اسرتي في لندن، ولا اليوم الذي فيه ازور اسرتي؟ اكيد اليوم الذي فيه. الذي فيه يعني حاجه من اتنين، حرف جر بمعنى فيه زائد كلمه ويتش، او انك تستخدم كلمه وين لوحدها. انا قدامي وير، طبعا دي قدامي كانت الاولانيه دي وين وير، انا عامل وير ويتش وين ويتش اتويتش، حط كمان وين. طيب انا اختار مين في دول؟ اختار وين. طب ليه ما ناخدش وير؟ لا وير دي خاصه بالمكان اصلا، هنا ما ينفعش تفكر فيها اطلاقا. طيب يا مستر ويتش الذي انا ازور اسرتي، ما هو في حرف جر اهو، يا ترى حرف الجر ده عايد على او ينفع استخدمه مع ويتش؟ انا بعرف ده ازاي من الترجمه. اولا انت قلت لي اليوم، واليوم ده بستخدم مع الايام حرف الجر اون، فالمفروض كنا قلنا اون ويتش. حلو، في اون في الجمله عايد على دي؟ لا مفيش، خلاص يبقى ما ينفعش استخدم هنا ويتش خالص. طب ما هو في ان ويتش حرف جر ويتش، ايوه بس انا عايز حرف الجر اون. طب ات؟ لا برضو. عارف لو كان في هنا اون ويتش كنا خدناها وقلنا ماشي، يبقى الجمله دي لها اختيارين، اون ويتش او ان. طيب دي حته كده برضو عايزك تعرفها عشان دي مهمه. طب مثال كمان على فكره وير والقصه دي. طيب في مثال، في حته عايزك تعرفها اللي هي ويتش از وير اللي بتساوي وير. طب ويتش از وين دي بتساوي وين. طب ويتش از واي دي معناها سو، لذلك، او ذاتس واي برضو، ذاتس واي معناها لذلك. المهم لما اقول لك مثلا لندن، لندن وير اي ليف، لندن التي انا اعيش فيها، از ا بيج سيتي هي مدينه كبيره. حلو، طب في الجمله دي انت خدت لي مين هنا حضرتك؟ خدت لي وير. على فكره ممكن اقول لك لندن ان ويتش اي ليف. المهم الفكره وما فيها انك قلت لي بما انك خدت لي وير فممكن نشيل وير دي نكتب مكانها ويتش از وير، عادي جدا. طيب مثلا على سبيل المثال سان داي وين وي مثلا دونت جو تو سكول، في الجمله دي انت خدت لي مين هنا؟ خدنا وين. طب ليه وين؟ عشان يوم الاحد الذي فيه. على فكره كان ممكن ناخد اون ويتش عادي، وكان ممكن ناخد ويتش از وين عادي برضو، هما كلهم بنفس المعنى. قبل ما نقل على الفقره اللي بعد كده، في جمله كانت اتعرضت عايزك تقراها معايا كده ونحلها مع بعض. ذا بوك، ذا بوك، وبعدين نوت، اختار هنا بقى في النوت دي ويتش ولا وير ولا وين ولا ذات ولا نو وورد. طبعا نقفل الاقواس دي تاني. اي بوت، لا يبقى دي مش هنا خالص. ذا بوك، وبعدين جمله اعتراضيه اي بوت از ريلي باد مثلا. نختار ايه في دول؟ بداية نتكلم عن الكتاب، الكتاب ده شيء غير عاقل فمش هينفع افكر في وير ولا وين، تفكيرك كله في ذات او ويتش او نوير. عايزك تعمل حسابك بقى ان ما ينفعش نستخدم نو وورد في الجملة الاعتراضية، بمعنى ان ما ينفعش اقول لك ذا مان وراح عامل جملة اعتراضية كاتب لك هنا مثلا نو وورد، انت كده بتألف، ما ينفعش ناخد هنا نو وورد. باقي معاك ذات ويتش، في قدامك كوما واحنا متفقين ما ينفعش ذات مع الكوما، اذا الاجابه الوحيده هنا ويتش. الفكره اللي عليها الدور في القاعده دي بقول لك ان كلمه وات فور دي بتساوي واي، عشان كده وات ديد يو باي فور دي معناها واي، واي ديد يو باي. بس لماذا دفعت معناها واحد، لماذا دفعت او ما الذي دفعت من اجله.
جملتين برضو فيها واحدة اعتراضي، زي ما اقول لك مثلا the student، the student who came first is علي. الجملة الاعتراضية هنا معناها ان الطالب ده هو طالب واحد، ثانيا ان احنا ممكن نشيلها، فاقول لك the student is علي. بس عشان تبقى اوضح من دي شوية، لما اقول لك my brother، my brother who won a medal is a doctor، دي جملة، نفس الجملة برضو بس بشكل تاني. my brother، my brother who won a medal is a doctor. الفرق بين الجملة الأولى والتانية هنا في حاجة واحدة بس، إنك أنت هنا عملت جملة اعتراضية لكن الأولانية ما عملتش اعتراضية. أفهم من كده إن أنت عندك أخ واحد فقط هو اسمه علي، لكن في الجملة دي أنت عندك أكتر من أخ. هنا ممكن نحذف دي كده وأقول لك ماي براذر إز أ دكتور، أخويا دكتور، فأنت فهمت إن هو أخويا دكتور، ما فيش غيره أساسا. لكن في الجملة دي لما عملنا هو ون أ ميدل من غير ما نعمل جملة اعتراضية، معناها إن أنت عندك أكتر من أخ، والقصة دي شرحناها أكتر من مرة في القاعدة. مثال تاني برضو ركز فيه. سوها نوت أ دكتور، معرفش مالها كده، يا ترى هو ولا هوز ولا هو هاز. حل الجملة دي بيكمن في إنك تبقى عارف إن هو أبوستروف إس دي عبارة عن حاجة من الاتنين، هو إز أو هو هاز. على سبيل المثال هقول لك هو هاز فاوند بس تبرتسبل يعني، او هقول لك هو هاز ا كار التي عندها سياره. لكن هو از تول، هو الاز، هو از ا ستودنت، وهكذا. في جملتنا دي انت بتقول سها التي تكون دكتوره، لا تكون يعني هو از، فناخد دي مع العلم انك انت عامل حسابك ان هو ابوستروف از ديت اللي هي هو از. طيب واحده تانية زيها برضو، the man not a big ear is، معرفش مين كده، يا ترى هو ولا هوز ولا هو از ولا هو هاز. في الجملة دي طبعا ما ينفعش هو، انا ما ينفعش اقول لك الرجل الذي اذن طويلة، اكيد الذي لديه يعني، الذي لديه يعني هوز او هو هاز. طبعا هو از لا، لان مش هينفع اقول لك الرجل الذي يكون اذنا طويلة. تفكيري في حاجه من اتنين، هوز او هو هاز. طبعا الاجابه هنا هو هاز. طب ليه مش هوز؟ اعرف ان هوز بعدها اسم وقبلها اسم، ده رقم واحد. رقم اتنين، اعرف ان هوز لا ياتي بعدها فاصل، بمعنى انت هنا عندك فاصل اللي هو ا، ده غلط. ثانيا انت عايز بعدها اسم، هو مديك هنا بيج. جمله كمان، ذا بوي هوز ا كار، دي كده غلط. ليه؟ عشان ما ينفعش استخدم هوز واجيب بعدها فاصل. طب الحل فين؟ انك تقولي ذا بوي هوز كار بس، كانت تبقى كده الجمله مظبوطه وزي الفل. طيب جمله كمان، ذا مان هوز بلاك كار، كده الجمله صح؟ لا برضو غلط. ليه؟ ما هو مفيش فاصل. ايوه مفيش فاصل، بس انت بعد هوز المفروض نجيب الاسم الاول وبعدين الفيرب تو بي وبعدين الصفه، فتبقى الجمله ذا مان هوز، الاسم هنا اللي هو كلمة كار والفيرب تو بي عشان مفرد فنقول از وبعدين بلاك، فتبقى كده الجملة صح. طيب عايز تعرف ان هو هوز بتساوي هو هاز بتساوي ويز، بس طبعا تعرف اللي بعدهم ايه، فصل او لا. لحظة كمان مهمة، كلمة بوينت وسيتويشن وستيج، التلاتة دول بستخدم دايما معاهم وير، عشان كده ممكن اقول لك مثلا ات از ا situation، انه موقف، where I can't decide، لا استطيع ان اقرر. ف situation خدنا where. الحاجة اللي بعد كده معانا what، what دي بتساوي ذا، اي اسم ذا، دي خد بالك ذا مش ذات، دي كده ذا، اكتب بوضوح كده ذا، وبعدين اسم which او ذا اسم ذات. على سبيل المثال what I love is meat، انما احبه هو اللحم. شيل انت وات دي وحط لي ذا فود which او ذا فود ذات. طيب جمله كمان زيها، you don't know،
أنت لا تعرف not makes me sad. يا ترى هنا هنقول which ولا what؟ أنت بالعربي بتقول أنت لا تعرف ما يجعلني حزينا، فناخد what. طب ليه ما ناخدش which؟ كلمة which دي كلمة which معناها الذي، معناها الذي. هو إيه الذي؟ الذي دي حاجة أنت قلتها في الجملة. على سبيل المثال the story not I read، القصة التي قرأتها، التي اللي هي مين؟ اللي هي القصة، فتاخد which لأن which معناها التي، عايدة على القصة اللي أنت ذكرتها قبل كده. بعد كده هو whose يا شباب ينفع نجيب معاها حرف جر؟ اه ينفع. ازاي؟ اقول لك مثلا ذا نيبر، ذا نيبر ان هوز هاوس وي ليف. خد بالك انت اصلا بتقول لي الجار الذي في بيته، بيته يبقى هوز، وفي يعني ان. ذا مان الرجل الذي بسيارته وي ليف، اللي احنا بنغادر بسيارته. يا ترى هنقول ان هوز ولا هوز ولا باي هوز؟ انت عارف طبعا ان حرف الجر دايما بناخده وفقا للمعنى، وانت عارف ان السياره بنقول باي كار، بما انك بتقول باي كار يبقى باي هوز كار، يعني الرجل الذي بسيارته نغادر. عايزك تعرف ان في افعال تستخدم كاسم وفاعل، زي مثلا الجمله دي كانت في امتحان قبل كده، ذا ريزيدنتس اللي هم النزلاء يعني، هوز ستاي اندد، الذين إقامتهم انتهت. كلمة stay هنا دي نون بمعنى إقامة. جملة كمان the students whose work is perfect، الذين أعمالهم ممتازة. work هنا معناها عمل، انتبه للفكرة. كمان آخر حتة بقى عايز أقولك عليها، أني لما أقول لك في الجملة دي you should know، you should know يجب عليك أن تعرف what to eat، ما الذي يجب أن تأكله، where to sleep أين يجب أن تنام، who to meet من يجب أن تقابل. دول كأنك بتقول مثلا what، أول واحدة دي اللي هي what to eat، what you should eat، ودي where you should sleep، ودي who you should meet، وهكذا. قاعدتنا اللي بعد كده السببية، السببية دي مش محتاجة كلام كتير، هما كلمتين اتنين، انت بتستخدم have وبنستخدم get، ونجيب بعدهم اللي هيعمل، الشخص اللي هيعمل او الكلب نفسه مثلا، اي حاجة اللي هيعمل. بس مع have ناخد الفعل في المصدر، ومع get ناخد to المصدر. مثال على ذلك I always have عمر help me، help me انا اجعل عمر يساعدني، have اللي هيعمل المساعدة عمر والمصدر. أو ممكن نستخدم get عمر to help me، ده واحد. التانية لو أنت هتستخدم have أو get وهتجيب بعدهم مباشرة الشيء اللي هيتعمل، هنا بناخد past participle، موضوع مش محتاج أي دماغ. we had our house painted، لاحظ انك انت خدت هاد اللي هي من هاف يعني، اللي هيتعمل البيت، فبست بارتيسيبل. جمله تانية شي جوت هير ستريت كليند، يعني هي شارعها نظف، اللي هيتنظف الشارع، اللي هيتعمل، فخدنا جت وبست بارتيسيبل. الموضوع مش محتاج اي دماغ، ملحوظه كده بس اعرفها على الهامش، ما تحفظهاش يعني او ما تركزش فيها، انك ممكن تستخدم هاف او جت وتجيب بعدهم اللي هيعمل، وبعدين ناخد الفعل المضاف له اي ان جي. طيب ده معناها ان هاف او جيت اللي هيعمل اي ان جي، ممكن هاف مصدر وجيت تو المصدر. طب افرض الجمله في الامتحان جات لك كده شي هاز هير مام نوت، يا ترى هنا هنقول تو هيلب ولا هيلب ولا هيلبنج؟ وفقا للي احنا شرحناه قبل كده، احنا عارفين ان هاف مفعول مصدر فهناخد هيلب، وعارفين ان ممكن ناخد هاف مفعول ومضاف له اي ان جي، بس الراجل عايز اجابه واحده فتاخد دي. طب لو عايز اتنين تاخد الاتنين، عايز واحده هناخد هيلب بس. كلام اهبل بس لازم تعرفه عشان ده اللي في الكتاب. احذرك قبل ما امشي من السببيه ان هي اصلا بتعطي معنى المجهول. يعني ايه بتعطي معنى المجهول؟ اي جوت ماي كار فيكسد، دي كده صح، ما تروحش قايل لي اي جوت my car وجيت تاخد معاها تو فتبقى تو بي
فيكسد، لا انت كده سرحت بخيالك وده غلط. جيت اللي هيتعمل باست بارتيسيبل ده كده بيترجم مجهول زي ما هو من غير ما تالف ولا تفتي ولا تجيب حاجات من بره. الجزئيه اللي بعد كده المباشر والغير مباشر. هنبدا بالاهم، عايزك تعرف ان كلمه تيل دي او ماضي منها تولد لازم مفعول بعدها، اصلك اخبرت مين وبعدين ذات. المفعول ده ممكن يكون ضمير مفعول او هو اسم بيعرب مفعول. على سبيل المثال she told me، خد بالك اخبرتني، او she told سامي، اخبرت سامي، ده رقم واحد. رقم اتنين كلمة said ممكن نجيب بعدها ذات على طول ونكمل، او ممكن نقول said ونكمل من غير ذات، يعني ممكن said ذات او said من غير ذات. طيب بعد كده خد المثال ده سريعا، I not علي where I was. يا ترى هنا هنقول told ولا هنقول asked ولا هنقول said؟ انت بتترجم يا عم الحاج. انا علي، اين انا كنت، يعني اكيد انا اخبرت علي، يبقى I told. لكن كان ممكن تقول I asked علي where he was، بمعنى انا سالته عليا اين هو كان، يبقى انا اخبرته اين انا كنت لكن سالته اين هو كان. بالنسبه للتحويل لازم تركز في التحويلات، لما تلاقي قدامك يستر داي فده معناها ان الكلام ده ما تحولش، فتاخد ماضي بسيط عشان يستر داي. طب لما نحول يستر داي لذا داي بيفور ده معناها ان الكلام اتحول. على سبيل المثال she said that she not yesterday، يا ترى هنا نستخدم left ولا had left؟ انت شايف قدامك وشايف بعينك ان الظرف ما تحولش، فتاخد ماضي بسيط لان yesterday ماضي بسيط. طب نفس الجمله she not مش عارف كده she not the day before، the day before والله دي معناها ان الظرف اتحول، بما ان الظرف اتحول فاحنا هنحول، فناخد هنا had left. كلام بسيط وعبيط يعني. الملحوظه الاهم، انا بحاول اركز على الملحوظات الاهم الاول، it's time I مت سامي، دي جملة كلام مباشر حلو. سد علي، عايز ان عملت كوما، الجملة عايز احولها من مباشر لغير مباشر، هتبقى علي سد ذات وتفتح الاقواس وات زي ما هي، الاز هنخليها ووز. تايم علي قال انه كان الوقت الذي هو، يعني الاي هنخليها هي. هنيجي بقى عند مت، ماضي بسيط هنخليها ما يتم، لا هنسيبها زي ما هي مت. يعني من الاخر مع اتس تايم دي في الكلام المباشر لما نيجي نحولها بنحول از الى ووز بس كده، وما بنحولش الفعل اللي بعدها. الكلام ده بيحصل مع مين؟ مع اتس تايم، وبيحصل كمان مع وود راذر، وبيحصل كمان مع يوزد تو، وبيحصل مع وش، وبيحصل مع هاد بيتر. مع الناس دي لا نحول الزمن، لكن نحول الضمائر عادي، الاي تبقى هي وشي، وعلى حسب الفعل، على حسب الزمن، وعلى حسب المعنى. افرض الراجل حول نص الجملة وسايب نصها، بمعنى لو اقول لك مثلا she says that she not علي the following day، يا ترى هنا هنقول will meet ولا هنقول would meet؟ طبعا انت عارف ان فعل القول قدامك سيز ده زمن مضارع، وذا فولوينج داي ده كان متحول، كان مفروض تومورو، وراجل حولها. بما انه حول الظرف فالمفروض نحول الفعل، اصلا تومورو كان معاها ويل، فلما حولنا تومورو لذا فولوينج يبقى نحول ويل الى وود. دي واحده. جمله ثانيه شي سيد ذات شي نوت انجلش توداي، تو داي، يا ترى هنا هنستخدم studied ولا studies؟ انت شايف قدام سيادتك نفس القصه برضو، فعل القول زمنه ماضي بس انا معايا ظرف، طول ما انت معاك ظرف فعل القول ده ماليش دعوه بيه خالص، today زمانها مضارع فنستخدم مضارع. يبقى من الاخر كده وباختصار الاساس هو الظرف وماليش دعوه بفعل القول، طول ما انت معاك ظرف مالكش دعوه بفعل القول. كلام كده خلصان. عندك افعال زي كلمة admit بنجيب بعدها الفعل مضاف له ing، او ممكن ناخد ذات وبعدين جملة على حسب المعنى بقى. يعني مثلا I admit taking your money، او he said that he admitted that he had lost my pen the previous day،
admitted that he lost my pen yesterday على حسب التحويل او التركيب. ركز كمان ان ترتيب جملة السؤال وترتيب السؤال ده اعتقد ان هو هيجي في الامتحان لا محالة على سبيل الهبد، مش بنجم. ترتيب السؤال ان انت لو الكلام مباشر فانت بتجيب اداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، وفي الاخر فاعل وعلامة استفهامك الجميلة. طب ده لو الكلام كان مباشر. طب لو كان الكلام غير مباشر متحول فانا هجيب اداة استفهام وبعدين الفاعل الاول وبعدين الفعل مساعد وبعدين في الاخر الفعل، مع مراعاة ان ما ينفعش استخدم الفعل المساعد دو لا مضارع ولا ماضي. على سبيل المثال she asked me not، يا ترى where I had gone ولا where had I gone ولا where did I go ولا where I did go. بداية انت شايف ان قدامك كان الفعل المساعد did فدي مش معانا، فعل مساعد did فدي مش معانا. باقي معاك where I had gone ولا where had I gone. انت عارف اداة استفهام فعل مساعد فاعل ده لو كلام مباشر. طب اداة استفهام فاعل فعل مساعد لو كان الكلام غير مباشر، وانا قدامي جملة ما فيهاش اقواس يبقى كلام غير مباشر فدي الاجابة. جملة كمان على تركز في دي، she not where I lived. يا ترى هنا هنقول asked ولا inquired ولا wanted to know ولا كلهم صح؟ بس قبل ما تحل الجملة دي الفكرة بتاعتها في الآتي، ان ask ممكن يأتي بعدها مفعول وتأتي بدون مفعول، لكن inquire want to know و inquire want to know و ask لا inquire want to know الاثنين دول wonder اللي معناها متساءل. الناس التلاته دول لا ياتي بعدهم مفعول. يبقى ثاني كده ركز معايا، ask ممكن يجي بعدها مفعول وممكن لا. ممكن اقول لك I asked عمر وممكن اقول لك I asked واجيب الجمله من غير مفعول، لكن inquire want to know wonder دول لا يأتي بعدهم مفعول إطلاقا. طب ما تيجي نبص على الجملة دي كده، she not where I lived، هي سألت أين أنا أعيش، سألت مين؟ هنا كده مفيش مفعول، فينفع asked وينفع inquired وينفع wanted to know يعني كده كمان ومعهم كمان wondered، يبقى كده كلهم صح. طب افرض الجملة مكتوبة كده، she not سلوى what she did، جملة زي كده هنقول asked يا ترى ولا الفرقة التانية اللي هي اسمها inquired wanted to know، قصص كتير كده. انت شايف ان قدامك الفاعل هي والمفعول سلوى، يبقى انت كده قدامك مفعول. بما ان معاك مفعول فما ينفعش inquired ياخد asked على طول. طيب جملة زي دي، she not her father where he was وشي not her father where she was. ترجم عربي، هي أبوها أين هو كان، يبقى هي سألت يبقى she asked. طب هي أبوها أين هي كانت، يبقى أكيد هي أخبرت. في دي هي سألت أبيها أين هو كان، لكن في دي هي أخبرت أبيها أين هي كانت. فالترجمة يا جماعة يرحمكم الله عشان تعرف تحل، هيجي واحد يقول لي يا مستر انت قلت لي ما ينفعش نستخدم الفيرب تو دو، صح؟ طيب انت كان في جمله هنا دلوقتي كان فيها الفيرب تو دو اللي هي دي اللي هي دي كان فيها ديد، انت ليه ما حذفتهاش؟ عشان ديد هنا فعل اساسي. عرفت منين؟ ما هو بيقول لك وات هي شي ديد، ماذا فعلت، يعني جمله فعل ليه معنى، يبقى ده فعل اساسي مش مساعد. طيب الفكره اللي بعد كده، عايزك تعرف انك لما يديك جمله في نصها اور نوت حلو، او جمله فيها في النص كلمه اور، او مديك جمله في الاخر خالص اور نوت. ركز معايا في الثلاث حالات دول، لو اور نوت في اخر الجمله فينفع وذر وينفع اف. طب لو في نص الجمله اور او اور نوت ما ينفعش غير وذر، وهنا برضو وذر، يعني دايما مع اور نوت واور ومع حرف الجر ما ينفعش غير وذر. طب لو مديني اخر الجمله اور نوت فناخد اف وذر. ركز في دي كويس،
القاعدة اللي بعد كده الصفة والظرف. أول حاجة عايز أقولك عليها إن الصفة المعقدة معاها ظرف معقد، الصفة العادية معاها ظرف عادي. بمعنى أدي عندك صفة عادية زي كلمة tired، المعقد منها، المعقد منها أو الصفة الأقصى درجة منها اللي هو exhausted. exhausted صفة زي كلمة hungry مثلا، جوعان، دي صفة عادية. المعقد منها starving، يموت جوعان. دي صفات عادية ودي صفات معقدة. طيب الظروف بقى العادية بتاخد صفة عادية. بمعنى أقول لك she is very tired أو she is very hungry، لكن أنا لو شلت very دي وحطيت لك مكانها absolutely فمش هينفع استخدم tired، لا هكتب لك مكانها exhausted. وما ينفعش أبدا أقول لك absolutely hungry، غلط، absolutely ما ينفعش hungry. ناخد بقى المعقد من hungry اللي هو starving. طيب انتبه كمان لفكرة، إنك لما تقول لي very very hungry دي هي بالظبط starving، أصل starving معناها جدا جدا، يعني جائع جدا. الحتة التانية ودي أكتر حاجة اتكررت معاك في ملفات الأسئلة اللي أنت حليتها وكل الكتب اللي أنت بتحل فيها الجملة دي: This is an not well built house. يا ترى amazing ولا amazed ولا amazingly؟ دايما لما يكون معاك صفة، سواء هي صفة عادية أو صفة مركبة، هتاخد قبلها ظرف. وسيادتك قدامك هنا will build، طبعا ده صفة مركبة فتاخد قبلها ظرف على طول. طيب he not met me، يا ترى هنا affection اللي هي المحبة يعني، ولا affectionate ولا affectionately؟ نيتلي عايزك تعرف ان انت بتقول هو قابلني بمحبة، فانت عايز بي كذا يبقى ظرف فتاخد affectionately. اعرف كمان انك لما تقول مثلا warmly، warmly ديت ظرف، ممكن ناخد مكانها in a الصفة وبعدين way. على سبيل المثال warmly تساوي in a warm way، badly in a bad way، وهكذا. في كلمات زي كلمة friendly، زي كلمة lovely، زي كلمة lively، الناس دول كده آخرهم ال واي بس هم صفة. أي كلمة أصلا آخرها ال واي وال واي دي أصلية فيها دي كده صفة. لما نيجي نعمل منها ظرف بنقول إن آ والصفة اللي أنت عايزها، وبعدين في الآخر تستخدم كلمة واي. خد بالك التركيبة دي بنستخدمها سواء في صفات عادية عاملين منها ظرف، على سبيل المثال strongly مثلا، strong قوي وضفناها ال واي ده ظرف. الطريقة التانية تعمل الظرف ده انك تقول in a strong way. طب كلمة friendly ملهاش غير طريقة واحدة، انك تقول in a friendly way، in a lovely way، in a lively way، وهكذا. طيب الصفات المركبة دي، أي صفة مركبة جبت بعدها اسم لازم تاخد في الصفة المركبة دي هايفن. على سبيل المثال she is a well organized girl. وهنا خد بالك عشان ما يصدقش في الامتحان، والorganized دي عبارة عن صفة وgirl دي عبارة عن اسم، وبالتالي خدنا ايه عشان هو في الامتحان عارفك حافظ ان الصفة المركبة بعدها اسم، يروح مديك جمل ويقول لك مين في دول صح. she is well organized دي كده جملة، و she is a well organized مين في دول صح ومين غلط؟ طبعا الاولانيه she is well organized، يعني دي صفه مركبه وما عملناش هايفن لان مفيش بعدها اسم فدي مظبوطه. طيب هنا برضو نفس القصه she is a well organized وسكت، ينفع؟ لا مش هينفع. طب ماشي، ما هو ما عملش هايفن لان مفيش اسم، هو ما عملش هايفن لان مفيش اسم ده صح، بس الادي ما تجيش الا لما يكون معاه a وبعدين صفه وبعدين اسم. هو مديني صفه وما ادانيش اسم، يبقى دي باظت. الصح مين بقى كمان؟ الصح دي she is a وبعدين صفة مركبة وعملنا هايفن عشان بعدها اسم، شكرا خلص الموضوع. طيب فكرة كمان برضو عايزك تعرف ان كلمة لوك يعني يبدو، لوك وسيم وساوند كل اللي معناهم نفس المعنى، بنجيب بعدهم صفة. عايزك تعرف ان كلمة ريمين وستاي الكلمات اللي زي المنظر ده كده بنجيب بعدها صفة. اقول لك شي
remained calm، بقت هادئة. خد بالك remain وبعدها صفة. عندك برضو كلمة الفيرب تو بي وكلمة become وgrow، الناس دي كلها بنجيب بعدها صفة، be sad become sad grow sad. طيب في كلمات زي كلمة awake وكلمة afraid وكلمة asleep وalone، اللي هم الصفات اللي أولهم الناس ديت لا يأتي بعدهم اسم. بمعنى أقول لك she is awake زي الفل، طب she is an awake girl، لا كده مش زي الفل يا مستر، ما هو مديني او ان ومديني صفه ومديني اسم، ايه المشكله هنا؟ المشكله ان كلمه awake ما ينفعش بعدها اسم، ده غلط. طب انا عايز اعملها، طيب اقول لك I met a girl او she is a girl who is awake، هي فتاه يقظانه. she is a girl who is awake. في صفات ليس لها مقارنه زي كلمه did، ما فيش حاجه اسمها ديدر، وكلمه مين ما فيش حاجه اسمها مينر، دي صفات غير قابلة للتفاوت. impossible مثلا، final، الناس دي صفات غير قابلة للتفاوت، ما فيش منها مقارنة ولا تفضيل من الآخر. طيب اعرف كمان ان كلمة more لا تأتي مع صفة قصيرة اطلاق. بمعنى ما ينفعش اقول لك she is more stronger او more strong than me than me، كده غلط. لا اقول لك she is stronger than me، لكن انا ممكن استخدم مور صفة نفسها زان صفة نفسها، بس دي امتى؟ مع نفس الاسم. بمعنى she is more smart than fat، بمعنى ان هي بتكون اكثر ذكاء من كونها سمينة. مين هي اللي ذكية وهي اللي سمينة؟ فاحنا ممكن نستخدم مور مع الصفة القصيرة نفسها، مش مقارنة منها ولا تفضيل، لو انا بتكلم عن نفس الشخص او نفس الاسم. الجملة اللي كانت قابلتنا في A1 في نفس القصة دي، اقول لك this كان جاية this mountain، الجبل ده is more high than big، ما قلت لكش more higher ولا ما قلت لك more bigger. عندك كلمة a little بنجيب بعدها صفة مقارنة، والشيء بالشيء يذكر كلمة less بنجيب بعدها الصفة نفسها. مثال he is a little taller than me، لكن she is less tall than me. خد بالك less خدنا بعدها الصفة نفسها، little خدنا بعدها صفة مقارنة taller. امتى نستخدم as صفة as وامتى نستخدم so صفة as؟ عايزك تعرف ان so او as صفة as دول بستخدمهم لو كانت الجملة منفية، as صفة as لو كانت الجملة دي اثبات، يبقى في النفي ممكن as او so صفة as، بس الطرف الثاني كده كده زي ما انت واخد بالك هو as. she is as tall as me او she isn't as او so short as me. ركز انك انت هنا في النص معاك الصفة نفسها، دي مش مقارنة ومش تفضيل. اعرف كمان وافهم ان التفضيل بين ثلاثة واكتر، لكن المقارنة بتكون بين اتنين. فلما اقول لك علي is the not of two brothers، ده يا ترى هنقول taller ولا tallest؟ لو انت حافظ هتقول لي ذا عايزه بعدها تفضيل يبقى ذا تولست، هقول لك لا هما اتنين اخوات علي وعمر، هما اتنين، علي بقى هو الاطول من بين الاتنين دول، فدي مقارنه لانه اتنين. لكن لو قال لك اوف اول هيز مثلا براذرز يبقى هنا تفضيل، فناخد تولست. اعرف كمان الصيغه دي انك تستخدم ذا صفه مقارنه والناحيه الثانيه برضه ذا وصفه مقارنه. بمعنى اقول لك ذا مور ماني you have، كل ما يكون معاك فلوس اكتر، the better you look، كل ما يكون شكلك افضل. خد بالك زي مقارنه، والناحيه الثانيه برضو خدنا زي مقارنه واللي هي اسمها كلما عندنا في العربي دي بنعملها كده كلما. عندك برضو لما تقول لي better known دي زيها بالظبط more well
نون او مور نون. فخد بالك بيتر دي حلت محل مور، ودي كانت ملحوظه كده موجوده في كتاب المعاصر. خد بالك ان لما اقول مثلا شي از از بيج از منى، ده معناها ان زي ار هما الاثنين في نفس الحجم، يعني ذا سيم سايز. ركز في دي كويس كده، ان از صفه از بتساوي ذا سيم ونجيب بعدها اسم. انتبه. في كم كان تركيبه كانت معانا برضو في الكتاب عايزك تعرفها، اتن يير اولد بوي. احنا خدنا هنا تن يير اولد دي كده على بعضها صفه مركبه، وبوي الاسم. خد بالك انت ما بتعملش هايفن هنا كده في الحته دي، انت بتعمل الهايفن بين اجزاء الصفه المركبه. لكن ممكن اقول لك شي از 10 years old. لو انا عملت هنا بوي يبقى غلط. فخد بالك انك هنا دي كلها كده 10 year old كلها صفه مركبه، ادي عندي او ان وبعدين الصفه وبعدين الاسم، التركيبه اللي انت عارفها وحافظها. في واحده بقى من دي عايزك تاخد بالك منها، انك بتقول 6 hour trip، يعني رحله لمده 6 ساعات. 6 hour دي الصفه المركبه وتريب دي الاسم، عشان كده خدنا صفه اسم. انتبه انك انت عملتها ايه 6 hour ما قلتش hours. الفكره دي كمان بقى عايزك تعرف انها بتساوي انك ممكن تشيل الا دي خالص، فهتقول بقى 6 hours 6 دي جمع، فهنقول hours الجمع وبعدين ابوستروفي وبعدين تريب. زيها برضو مثال تاني، لو انا قلت لك مثلا two day session يعني جلسه لمده يومين، بنفس الطريقه هنشيل ونقول two days عشان التو جمع، فنقول two days وابوستروفي session يعني جلسه لمده يومين. مثال كمان، لو قلت لك 6 day، طبعا 6 day مثلا war مثلا حرب دامت لمدة 6 أيام، نفس اللي احنا عملناه قبل كده، ممكن نشيل الآ دي ونقول 6 days عشان الستة جمع، فهنجيب days جمع ونعملها أبوستروف في الآخر وور. طيب دي فكرة برضو من أهم الأفكار اللي عندك، ما تنساش إن كلمة تايم لما تكون موجودة فلازم يكون قبلها أبوستروف إس أو إس وآخرها أبوستروفي، زي على سبيل المثال days time أو two days وبعدين أبوستروفي time. الفرق بين الاثنين دول إن هنا day مفرد ضفنا أبوستروف إس، لكن days جمع فضفنا أبوستروفي بس. عايز أقول لك أنا سأعود خلال يومين، يبقى I will be back in two days، خلال يومين أنا كده هسكت، أو in two days apostrophe وبعدين time. في صفات وظروف عندنا بتيجي في الأسئلة بالرغم إنها مش في الكتاب، عندك out door و out doors زيها indoor و indoors. out door دي صفة، يعني إيه صفة؟ يعني بنجيب بعدها اسم عادي. طب out doors دي ظرف، المعنى بتاعهم بالعربي. أنت لما تقول مثلا في جملة I don't like to stay outdoors، انت بتقول لا احب ان اقيم في الخارج، فoutdoors معناها في الخارج، لكن outdoor معناها خارجي. وايه اللي خارجي؟ الاسم ده بقى، بمعنى مثلا فوتبول، فوتبول is an outdoor sport. خد بالك كرة القدم تكون رياضة خارجية، فالصفة دي للاسم اللي هو سبورت. طيب واحدة كمان، don't go not it is raining. يا ترى هنا هنقول out door ولا out doors، in door ولا in doors. انت بالعربي بتقول له لا تذهب فين اصل الدنيا بتمطر، لا تذهب في الخارج، يبقى don't go out doors. لكن out door دي معناها خارجي عايزه اسم بعدها، indoor معناها داخلي عايزه اسم بعدها، indoors معناها في الداخل،
نفس الجملة دي don't go don't go out doors. احنا قلنا هنا out doors it's raining stay ابقى in doors. خلص الموضوع. انتبه ان في كلمات بتبقى صفة وظرف بس الترجمة هي اللي بتفصل، زي كلمة fast زي كلمة hard وزي early وزي late. الناس دي كلها كده صفة وظرف. فلما تقول لك don't be fast هي كده صفة، لكن لما اقول لك don't run fast يعني كده ظرف. طيب ما تقولش انت بقى fast هتبقى fast دي وهكذا، يعني لا غلط. كلمة late دي معناها متأخر صفة وظرف. طب كلمة later دي معناها بعدين see you later. طب كلمة later دي معناها التاني من بين الاتنين. انت ماسك في ايدك سندوتش لحمه وسندوتش اي حاجه طعميه، بقول لك اديني سندوتش فاديتني الطعميه، اقول لك نو جيف مي ذا ليتر، يعني اديني التاني، التاني من بين السندوتشين اللي كانوا في ايدك. اعرف كمان وخليك فاكر ان كلمه هاردلي دي بيجي معاها دايما اني، وان كلمه اولموست بيجي معاها دايما نو. فاقول لك اولموست نو ستودنت، لكن هاردلي ذير از هاردلي اني ستودنت. ونفس القصة لما اقول لك يو شود ستادي، يا ترى ايه ستادي؟ فعل، الفعل عايز بعده ظرف. حلو، فيا ترى هنقول هارد ولا نقول هاردلي؟ هروح انا شايل هاردلي واخد هارد، امال ليه ما ناخدش هاردلي؟ هاردلي بتدي معنى النو. انت لما تقول مثلا اي هاردلي هاف اني ماني دي معناها اي دونت هاف اني ماني، حتى انت عارف ان اني اصلا بتيجي كده كده في النفي غير صم. طيب ضيف كمان لمعلوماتك ان كلمة most معناها معظم، most يعني معظم. طيب mostly الاخر اللي واي دي معناها mainly، الموضوع المشروع ده mostly علشان يساعد الفقراء، يعني mainly عشان يساعد الفقراء. طب لو انت قلت لي the most effective مثلا، الاكثر تأثيرا. طيب بعد كده افتكر ان اتس صفة فور شخص او جهة، يعني تو الماستر. اتس ايزي فور يو تو ستادي، اتس امبورتنت فور اس تو معرفش ايه كده. من التركيبات برضو اللي عايزك تفتكرها في الصفة والظرف انك ممكن تستخدم كلمة اكستريم وتجيب بعدها اسم، لكن اكستريملي بنجيب بعدها ظرف. ولو انت فاهم اصلا مش هتحتاج تحفظ دي لانك عارف ان اكستريملي ظرف سوري، فهنجيب بعدها صفه اكستريملي عايده صفه. بمعنى اقول لك مثلا ات از اكستريملي، ات از اكستريملي هوت او اكستريم هيت، الحراره دي اسم وهوت صفه. عارفك انت زهقت ومليت بس استحمل، خلاص خلاص. اخر ملحوظة عايز اقولها لك ان في فرق بين انك تقول she has a good education دي جملة و she is well educated. well educated دي عبارة عن صفة مركبة. طب ليه ما عملتش هايفن؟ لان مفيش بعدها اسم. طيب ايه الفرق بين اتنين؟ انت بتقول هي عندها تعليم جيد، لكن هي تكون متعلمة جيدة، دي حاجة. الحاجة التانية انت عارف ان كلمة education اللي هو التعليم وكلمة knowledge اللي هي المعرفة، الناس الاتنين دول اسم لا يعد، لكن لو سبق بصفة بنستخدم a. على سبيل المثال اقول لك a wide knowledge، معرفة واسعة، a صفة اسم. طب لو انا جبت لك كلمة knowledge لوحديها ما ينفعش ناخد قبلها a. الجزئية اللي بعد كده يا شباب هي جزئية so such والناس دي. عايزك تعرف ان so صفة ذات، ده رقم واحد. she is so tall that we noticed it، يعني هي كانت طويلة جدا لغاية ان احنا لاحظنا الطول ده. so صفة ذات. رقم اتنين عندك such دي بنجيب بعدها a او an وبعدين صفة وبعدين اسم وبعدين ذات. ركز ان مع such بنجيب صفة واسم، لكن مع سو سيادتك بتستخدم صفة بس وبعدين ذات. طيب على سبيل المثال she is such a good girl
that we all respect her يبقى such أو an صفة اسم. رقم ثلاثة ممكن نستخدم such وبعدها صفة وبعدين اسم وبعدين ذات. لاحظ ان هنا مفيش آه. طب ليه ما استخدمناش آه هنا؟ لان الاسم ده ممكن يكون اسم جمع او اسم لا يعد. على سبيل المثال they are such nice people that we loved them. ممكن برضه اقول لك this is such bad news. لاحظ ان news اسم هنا مفرد لا يعد عشان كده ما استخدمناش معها آه ولا آن. الحتة الرابعة انك ممكن تستخدم so صفة او ان وبعدين اس وبعدين برضو ذات بنفس الآلية دي. على سبيل المثال انت لما قلت لي مثلا في الجملة she is such a tall girl الجملة دي ممكن ممكن نعملها بنفس الطريقة دي ان احنا نقول ايه ان احنا نقول she is so الصفة هنا tall وبعدين a وبعدين girl ذات. انتبه في القصة دي وخد بالك ان ده ما ينفعش غير مع لازم عشان نستخدم الصيغة دي. دي بتيجي فقط مع الاسم الذي يعد واللي هو كده كده هيكون مفرد. يعني احنا ما ينفعش نطبق القصة دي في الجملة بتاعت مثلا they are such nice people. لو انت قلت لي they are so nice people وانت كده ما خدتش ايه برضو بس ده غلط. القصة دي القاعدة دي ما بنطبقهاش الا لو كان الاسم مفرد ويعد. طب لو الاسم مفرد لا يعد ما ينفعش نطبق سو صفة اسم. عايز تعرف انك لو بدأت الجملة بسو او such بتعمل على طول inversion ودي مهمة ركز فيها لازم تعرفها. طيب عايزك تعرف كمان ان في such a وبعدها اسم. مثلا such a pity اللي هي الحسرة يا للحسرة. such a success يا له من نجاح. such a day يا له من يوم وهكذا. زيها بالظبط what a nice day اللي انت اكيد عارفها اللي بتاعت الاكسكلاميشن. what a وان صفة اسم. ممكن اقول لك what bad days يا لها من ايام سيئة ما خدناش a لان days اسم جمع. وممكن اقول لك يا له من ولد فاقول لك what a boy. دي ملهاش علاقة بالموضوع بس احنا يعني من باب الشيء بالشيء يذكر عشان احنا رايحين امتحان بكرة الصبح. طيب الفكرة اللي بعد كده عندك تو صفة وبعدين تو والمصدر دي معناها جدا لدرجة ان لا بمعنى she is too calm to persuade us. persuade us يعني هي بتكون هادئة جدا لدرجة ان هي ما ينفعش تقنعنا. تو صفة تو المصدر. عندك برضو enough. enough دي لها ثلاث احتمالات انك تجيب بعدها اسم. مثلا تقول لي she has enough money وبعدها to والمصدر to buy a car يعني هي عندها فلوس كافية انها تشتري سيارة. دي اول حتة. الحتة التانية انك ممكن تستخدم صفة الاول وبعدها enough او انك تستخدم فعل الاول وبعدين enough. طب مثال على دي انك تقول مثلا she is rude enough to insult you هي سيئة بالقدر الكافي انها ممكن تشتمك. او لما اقول واحد you earn enough انت بتكسب فلوس بتكسب بالقدر الكافي to buy a flat to buy a flat انت بتكسب بالقدر الكافي اللي يمكنك من انك تشتري سيارة. طيب يجي في الجملة في الامتحان الراجل عايزك عايز يعرف انت فاهم ولا حافظ فاقول لك مثلا this cup is not to drink I can't drink it. يا ترى هنا هنقول too hot ولا هنقول hot enough ولا so hot. في جملة زي دي الراجل عايز يقيس انت بتفهم القاعدة ولا بتحفظها. انت عارف ان too صفة too وصفة enough too لكن so صفة عايزين ذات. فانت قلت لنفسك في هنا too فهنستبعد دي بس بالمنطق القاعدة الاثنين دول ينفعوا. عايزك تفهم ان hot enough معناها ساخن بحيث ينفع. طيب too hot معناها ساخن ما ينفعش. انت بقى بتقول الكوباية دي بتكون سخنة ما ينفعش اشربها انا اصلا مش عارف اشربها يبقى hot too hot. طيب جملة كمان منى is seven she is not
to go to school. يا ترى to old ولا old enough؟ هي واحدة عندها 7 سنين فالمفروض بتروح المدرسة على 7 سنين، فده معناها ان old enough يعني هي كبيرة بحيث ينفع تروح المدرسة. لو انت قلت لي to old معناها كبير جدا ما ينفعش يروح المدرسة. عارف لو انت قلت لي مثلا منى is 66 she is، هنا بقى هنقول too old to go to school، يعني كبيرة ما ينفعش انها تروح المدرسة، كبيرة في السن ما ينفعش تروح المدرسة، سن المدرسة عدى عليها. عندك كمان عايزك تركز بين الفرق بين so و so that و so وبعدين that. so صفة ذات دي معناها جدا لدرجة ان، so معناها لذلك، و so that دي معناها لكي. على سبيل المثال I study انا بذاكر so that I pass انا بذاكر علشان انجح، فذات دي معناها لكي، دي بتساوي يعني تو بس تو عايزه بعدها المصدر يعني فنقول تو باس. والباقيين دول شرحناهم قبل كده، سو لذلك اللي هي رابط. القاعده اللي بعد كده قاعده حروف الجر، حضرتك لازم 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 تذاكرها من الكتاب لانها محتاجه حفظ، ولكن عايزك تعرف ان ريممبر يتذكر بيجي بعدها تو والمصدر واي ان جي، تتذكر ريممبر تو معناها يتذكر يبقى يعمل، لكن ريممبر اي ان جي معناها يتذكر انه فعل. فالمام الام بتكلم في سهى، الام بتقول لها ري مم بر نوت سم بريد وذ يو وذ يو when you go to the shops. فطيب البنت تقول لها اوكي مام، حسنا يا امي. طيب انت مامتها بتقول لها تذكري انت افعلي، يعني يتذكر يبقى يعمل، يبقى هتقول لها remember to buy. حلو. طيب وجملة تانية remember remember not bread we have a lot، ده معناها ايه بقى؟ خليك فاكر انك انت اشتريت عيش، احنا عندنا كتير، يبقى هنا remember buying معناها تذكر انه فعل. اي فعل من الافعال اللي هي remember و... وكمان عندك regret، regret بيجي بعدها برضو to المصدر و regret ing، regret to المصدر معناها يتذكر، معناها يؤسفه، يؤسفه انه سيفعل، وبتيجي في الغالب مع الاخبار، يؤسفنا ان اخبرك ان الطيارة مشيت، يوسفنا يخبرك ان انت رسبت في الامتحان، ان انت لن تقبل في الوظيفه. regret ing معناها ندمان انه فعل، فعشان كده اقول لك I regret not this car it caused many problems. انا هنا في الجمله يؤسفني ان انا هشتري العربيه دي، ولا ندمان ان انا اشتريتها عشان عملت لي مشاكل، ندمان ان انا فعلت، فعشان كده ناخد ing فاقول لك I regret buying this car. عندك برضو كلمة stop، وعند stop دي عايزين نحكي القصة كلها. في stop to المصدر وفي stop والفعل مضاف له ing. stop to المصدر معناها يتوقف لكي يفعل شيئا ما، لكن stop ing معناها يبطل يعمل شيء. جملة واحد بيقول لك stop not I can't concentrate. يا ترى هنا هيقول لك stop speaking ولا stop to speak؟ الراجل عايز يقول لك بطل كلام انا مش عارف اركز، يبقى stop speaking. طيب جمله نفس الجمله برضه stop not we need to discuss this topic together، احنا عايزين نتناقش في الموضوع ده مع بعضنا. ف stop to speak توقف لكي نتكلم، ولا stop speaking انا بقول لك عايزين نتناقش في الموضوع ده مع بعضنا، فعشان كده توقف لكي نتكلم، يبقى stop to speak. دي اول stopين. في stopات تانية غير كده، في stop مفعول والفعل مضاف له ing، او stop مفعول from والفعل مضاف له ing، الاثنين دول معناهم يوقف المفعول اللي انت هتكتبه عن، او يمنع المفعول ده عن. عشان كده اقول لك مثلا mom stopped me يعني امي منعتني او قفتني from leaving، وكان ممكن تقول mom stopped me leaving يعني امي منعتني من المغادره. خد بالك عشان الجمله دي مهمه، يبقى stop مفعول ing. عندك start
start ممكن نجيب بعدها to والمصدر، وممكن بعدها الفعل مضاف له ing، الاثنين بنفس المعنى. طيب لكن لو قال لك هنا starting، لو جات لك starting ما ينفعش غير to والفعل في المصدر، يبقى انت قدامك اختيارات start to والمصدر او ing، الاثنين صح. it started to rain it started raining. لكن لو قال لك it is starting ما ينفعش غير to والمصدر. امتحانك الصبح حلو، او الاول الفكره اللي انا هشرحها لك يعني ستوب اي ان جي وستوب تو والمصدر، سوري تراي اي ان جي وتراي اي تو والمصدر. تراي وبعدها الفعل مضاف له اي ان جي معناها يجرب شيء، يجرب يعني يدوق شيء معين. لكن تراي تو والمصدر معناها يحاول ان يفعل شيء. الشيء ده مهم دلوقتي، بمعنى يور اكزام از تومورو، امتحانك يا ابني بكره. You should try not. يا ترى هنا to study ولا studying؟ انت بتقول امتحانك بكره، فانت محتاج ان تحاول ان تذاكر، فده معناها انك هتحاول تفعل شيء لان الشيء ده مهم، فعشان كده ناخد to والمصدر. طيب this جمله ثانيه، this tea looks nice، الشاي ده طعمه حلو. try not some، يا ترى هقول لك to drink سم ولا drinking سم؟ اكيد اقول لك try drinking. ليه؟ بقول لك جرب كده، دوق الشاي ده كده ربما يعجبك. ده بالنسبه لحروف الجر، انت محتاج تذاكرها زي ما قلت لك من الكتاب علشان تفتكر. بس عموما الافعال اللي هي regret و remember والناس دي كلها كده، لما يكون بعدها ان جي معناها ان الشيء حصل، تو المصدر معناها لسه هيحصل. بعد كده اسلوب الاقتراح، الوحده اللي عليها تدور الاقتراح. الاقتراح ده عايزك تعرف اهم اتنين في الموضوع، have you considered وبعدها الفعل مضاف له ing. طيب او have you، او have you طبعا have you او did you يعني thought of about والفعل مضاف له ing. عارفين ان let's بعدها الفعل في المصدر، عارفين ان why not والفعل في المصدر، وفي why don't we والفعل في المصدر، طبعا عارفين واتهرينا من what about و how about، والاثنين بعدهم الفعل مضاف له ing. واتفقنا ان what about how about الاثنين في الاقتراح، بس what about ممكن استخدمها في حاله التذمر. لو انا عايز اقول لواحد وانت ان شاء الله انا هروح المدرسه، انا هروح المدرسه وارجع من المدرسه اطبخ وانضف البيت، what about you؟ طب وانت هتعمل ايه ان شاء الله؟ فانا كده بعبر عن تذمري. الحته اللي بعد كده الضرر والالزام. الاول عندك حاجه اسمها have تو، بستخدمها في الالزام الخارجي، بستخدمها في الالزام الخارجي. الحاجه الثانيه بستخدمها في تعميم القانون. يعني ايه تعميم القانون؟ هقول لك انا عايز اقول لك مثلا يعني تعميم القانون، تخصيص القانون، سوري تخصيص القانون. عايز اقول لك انت يجب ان تتخذ انك تمشي على ناحيه اليمين، انت المفروض تمشي ناحيه اليمين، فاقول لك يو هاف تو تيك ذا رايت سايد. انت بتكلم مدرس بتقول له يجب ان تشرح بضمير، يبقى يو هاف تو اكسبلين ويل. انت بتكلم واحد حداد بتقول له يجب عليك انك تفتح الورشه الساعه 8، يبقى يو هاف تو اوبن ات 8، وهكذا. طيب الالزام الخارجي بمعنى اني ماي مام وونتس مي تو باي بريد، امي عايزاني اشتري عيش. حلو، ده معناها ان انت هتشتري عيش وفقا لالزام امك، يبقى هنا تقول اي هاف تو باي بريد، اي هاف تو. الناحية التانية بقى اللي قصاد have to must. must بستخدمها في الإلزام الداخلي، وبستخدمها في نص القانون. يعني نص القانون؟ أقول لك مثلا drivers must hold driving license، يعني السواقين لازم يكون معاهم رخصة قيادة. لكن أقابل واحد ماشي من غير رخصة قيادة في الشارع فأقول له you have to hold a driving license. لاحظ في الجمله الاولانيه دي انت بتتكلم بتقول السواق السائقين، فده اسمه تعميم للقاعده على كل الناس. لكن انا بكلم واحد معين فانا بخصص شخص معين. لو انت بتكلم بتقول المدرسين المفروض يروحوا المدرسه الساعه 8 فده تقول teachers must. طب بتكلم المستر علي فتقول له يو هاف تو. طيب حته كمان اهم من ده كله، تفرق بين must و have to. must بستخدمها بمعنى لازم وفق او بس مش قانون، حاجه مش قانون. طب have to معناها لازم وهي قانون، بمعنى انت بتقول مثلا لازم وانا مروح النهارده اشتري لحمه،
هو ده قانون انك تشتري لحمه؟ لا ده مش قانون، فتقول ماست، هتقول اي ماست باي نيد. ركز في دي كويس. طيب انت بتقول في جمله تانية انا لازم اروح الشغل الساعه 8، ده قانون غصب عنك، فتقول لي اي هاف تو بي ات ورك باي 8. طيب الحته اللي بعد كده النفي بتاع ماست اسمه mustn't، وmustn't دي ممكن نحط مكانها not be طبعا الاول not allowed، وهديك امثله برضو banned، بس انا عايز اكد على فكره كده عشان انا شايف ان انتوا بتعجنوا فيها. prohibited not permitted forbidden. عايز اقول لواحد انت ممنوع تدخن، فاقول له you mustn't smoke، you are not allowed to smoke، you are banned to smoke، you are prohibited to smoke، you are not permitted to smoke، you are forbidden to smoke. ركز ده كله كده. طيب امتى نستخدم mustn't وامتى نستخدم don't have to اللي زيها don't need to اللي زيها needn't، بس خد بالك من غير to. بنستخدم mustn't بمعنى ممنوع تعمل الشيء لانه ضد القانون، ولو عملت الشيء ده في عقوبة هتحصل او مشكلة هتحصل. طيب امتى نستخدم don't have to؟ الناس دي معناها مش لازم تعمل، مش لازم تعمل، ولو عملت الشيء ده عادي. تعال نضرب مثال على الموضوع. لما اقول لك مثلا you not help me I can manage، انا ممكن اعمل لوحدي يعني، يا ترى هنا هقول لك you don't have to ولا you mustn't؟ الطبيعي اني بقول لك ما تساعدنيش، انا ممكن اعمل حاجه لوحدي، فلو انت ساعدتني اهلا وسهلا، ما ساعدتنيش عادي. يعني معنى كده انك انت مش لازم تساعدني، فهختار لك don't have to. طيب جملة تانية you not use your dad's phone or else he will punish us. punish us ما تستخدمش تليفون باباك والا هيعاقبنا. ده معناها ان انت لو استخدمت التليفون عادي ولا في مشكلة؟ لا في مشكلة، يبقى انا هستخدم mustn't. جملة كمان you not take photos in the museum. يا ترى هنا هنقول mustn't ولا don't have to؟ احنا المفروض ما نصورش في المتحف. هو لو انا صورت في المتحف هل ده عادي ولا ده شيء ممنوع؟ يعني المفروض ما نعملش، بس لو عملنا عادي ولا ده شيء ممنوع نعمله؟ لا ممنوع نعمله، يبقى mustn't. الفكره اللي بعد كده في حاجه اسمها needn't have والباست بارتيسيبل، وحاجه اسمها didn't need to او didn't have to والمصدر. الفرق بينهم كالتالي: needn't have دي معناها انك انت عملت والمفروض ما كنتش تعمل الشيء ده. طب didn't need to معناها انك ما عملتش والمفروض ما كنتش تعمل. جملة على ذلك the food، الجملة اللي كانت في كتاب الورك بوك تقريبا the food was free you are wasteful. الاكل يا ابني كان مجاني، انت عيل مسرف. you not، يا ترى هنقول له didn't have to pay ولا needn't have paid؟ بس قبل ما يحل الجمله عايزك تلقط كلمه واحده بس، انك انت هنا مع نيد انت هاف وتصريف الثالث معناها انك عملت، مع didn't ما عملتش. ارجع هنا كده واكتبهم جنبها، مع didn't معناها انك انت ما عملتش، طب مع نيدنت معناها انك انت عملت. الراجل بيقول لك انت يا ابن الطعام كان مجاني، انت عيل مسرف، ده معناها انك انت عملت، يبقى نيد انت هاف بيت. حلو. طيب I forgot to باي ميت، انا نسيت اشتري لحمه. الواد علي بيقول اي فورجوت تو باي ميت، فمامته تقول له يو نوت وي اوريدي هاف ماتش، احنا اصلا عندنا لحمه كتير. يا ترى ده معناها didn't هاف تو باي ولا
needn't have bought. هنروح راجعين هنا الاول ونترجم. احنا قلنا didn't معناها ان هو ما عملش، طب needn't معناها ان هو عمل. انت بتقول علي بيكلم في مامته بيقول لها انا نسيت اشتري لحمه، فامه تقول المفروض ما كنتش تشتري اصلا يا ابني، وانت فعلا ما اشتريتش، يبقى المفروض نستخدم هنا didn't have to buy، معناها انك انت ما اشتريتش والمفروض ما كنتش تشتري اصلا، ما احنا عندنا لحمه كتير. طيب طب في المستقبل بقى، في المستقبل بستخدم have to، I have to go to school tomorrow، I will have to، الاثنين ينفع في المستقبل. طب الماضي، الماضي من الكل هو had to، الماضي من الكل، الماضي من must ومن have to هو had to. طيب ركز ركز وفرق بين ان must ان فيها mustn't ده في الالزام، وان must ان فيها can't ده مش في الالزام، ده بقى في الاستنباط اللي هنشرحه دلوقتي حالا بعد ما نخلص الجزئية دي. طيب ركز كمان ان ما فيش حاجة اسمها must you have to، دي مش موجودة، او ما فيش حاجة برضو اسمها do you must، مش موجودة يا فندم، الاثنين دول غلط. امال الصح فين؟ الصح ان انا اقول لك do you have to والمصدر، وان استخدم must you مثلا والمصدر بلاي. بس تعرف ان must you play دي بحالة التذمر، بمعنى انا بقول لك هو انت يعني لازم تلعب، انا بتذمر كده بنتقدك، يبقى استخدم must you. طب do you have to play هو حضرتك مطالب انك تلعب، انا بسألك عن هل ده شيء مسموح به او قانون او لا. طيب خد بالك انت بتقول don't need to بتساوي needn't من غير to، خد بالك انك بتقول ان have to وبنقول كمان need to، اللي عايزك تنتبه له ان needn't مفيش معاها to لكن need الاثبات معاها to عادي، خد بالك من الكلام ده كويس. هذا اللي بعد كده اللي هي اسمها deduction الاستنباط. الاستنباط ده موضوع خلصان، عايزك تفهم الاتي، ان لما اقول لك مثلا she is happy هي سعيده، she must have bossed هي سعيده، يعني بص اكيد نجحت، خد بالك نجحت نجح ماضي، فانت تستخدم must have والباست بارتيسيبل، ده معناها برضو ان she can't have failed، ان معناها اكيد لم ترسب، اكيد مش رسبت. طيب هو انا امتى استخدم او ايه الفرق بين must have bossed و must boss؟ must boss دي اكيد بينجح كل مرة، لكن must have bossed معناها اكيد نجح، دي ماضي لكن دي مضارع. طب يا مستر هو الجملة لو مضارع يبقى اختار مضارع، ولو ماضي يختار ماضي؟ لا الموضوع ملوش علاقة، ما انت في الجملة اللي انت حلتها دلوقتي دي معايا هنا انت قلت لي she is ومع ذلك خدت لي must have bossed و can't have failed الماضي، الموضوع متوقف على الترجمة، انت بتقول لي هي تكون سعيدة هي اكيد نجحت. طيب دي الجملة كمان، أماني the lights are on، النور منور في غرفة أماني. She not، يا ترى هنا هنقول must have studied ولا must study ولا must be studying؟ وجملة تانية، أماني always comes first she، اختار واحدة متهدل برضو. الأولانية بقول لك ان النور منور في غرفة أمان، ده معناها ان هي اكيد بتذاكر الان والنور منور وانا شايفه، فالموضوع مستمر، فتاخد must be والفعل مضاف له ing. طب الجملة اللي بعدها، يعني كده انت في الأولانية دي انت خدت لي must be والفعل مضاف له ing هنا. طب الجملة التانية، أماني دايما بتيجي في مركز الأول، هي اكيد بتذاكر، هل هي بتذاكر الان ولا دي حقيقه عن امان انها بتذاكر عشان كده جابت المركز الاول؟ حقيقه، بما انها حقيقه يبقى تستخدم must والفعل في المصدر must study. حلو. طيب جمله ثانيه، he looks fat، الواد ده يبدو سمينا، he must eat ولا must be eating ولا must have eaten؟ must
have eaten. الطبيعي انك بتقول للواد ده يبدو سمينا، اكيد بياكل كتير على سبيل الحقيقة، حقيقة انه بياكل كتير، بما انها حقيقة يبقى must والمصدر. طيب علي is sitting at the table holding a spoon، قاعد على الترابيزة ماسك ملعقة. he must be eating معناها انه اكيد بياكل دلوقتي ومستمر امام عيني وانا شايفه بياكل. ده بالنسبة للمصدر. اختها التانية اسمها كانت، عايزك تعرف ان كانت have والباست بارتيسيبل اكيد لم يحدث، اكيد ما عملش. في حاجة اسمها could have والباست بارتيسيبل، دي لها احتمالين. الاحتمال الاولاني معناها ربما انه فعل، الاحتمال الثاني كان ممكن يعمل شيء معين لكنه ما عملوش. لو هي معناها ربما انه فعل فهي كده بتساوي كلمة may وبتساوي might. طب لو معناها كان ممكن يعمل ما بتساويش حد، هي لوحدها. مثال على كده، علي not we don't know if he did or not. يا ترى هنا هنقول could have won ولا may win ولا can't have won. انا ماشي بسرعه شويه عشان اعرف ان الفيديو ده طويل وانت زهقت. علي ايه؟ احنا مش عارفين اذا كان هو عمل ولا ما عملش، يعني ربما انه فاز، وفاز دي زمانها ماضي، فهتاخد كود هاف 1. وانت بتختار دي انت عارف انك كان ممكن تستخدم هنا may او might have 1. طب ليه ما ناخدش may win؟ دي معناها ربما انه يفوز. هو انت ينفع تقول علي ربما يفوز مش عارفين هو عمل كده ولا ما عملش؟ لا، انت تقول عمل ماضي لكن دي مضارع. طيب كانت هاف 1 اكيد مش فاز، انت ازاي بتقول اكيد مش فاز وفي الاخر تقول احنا مش عارفين؟ فالموضوع كده ملخبط. طيب فانا عايز تفهم دي كويس. طيب I could have studied yesterday، انا كان ممكن اذاكر امبارح but I didn't، لكني لم افعل. وبتيجي بشكل تاني اقول لك مثلا I could have studied English، انا كان ممكن اذاكر انجليزي but I studied Arabic، لكني ذاكرت عربي. فانت كده قلبت الجملة مكان بعضها. انت مهم برضو لو انت قلت لي I am sure he isn't علي، دي مختلفة تماما غير عن انك تقول I am not sure if he is علي، يعني he is علي. مختلفين تماما فين؟ انت كده بتقول لي انا متأكد ان هو مش علي، ده معناها ان هي كانت بي علي. لكن دي بتقول انا متأكد، انا I'm not sure، انا مش متأكد، يعني احتمال، يعني ربما ان هو يكون علي. فانت دي بتساوي may او might، وزي ما انت عارف هتساوي كمان could. طبعا انا بتكلم بسرعة على اساس ان انت مذاكر قبل كده، فبس بتلقط الفكرة عشان انت بتراجع. عايزك تعرف ان زمن الجملة ملوش دعوة، الترجمة هي الحل. على سبيل المثال أروى failed the exam yesterday، انا عايز اكد لك الجملة انها ماضي. she not يا ترى must be ولا must have been sad. ركز كده في الجملة، انت بتقول اروى رسبت في الامتحان امبارح، هي اكيد زعلانة عشانها رسبت امبارح، يبقى must be. بالرغم ان الجملة كلها كانت ماضي انت اخترت مضارع، عشان احنا ما بنحلش بالجملة مكتوبة مضارع او ماضي، احنا بنحل بالترجمة اللي قدامك. طيب ده بالنسبة للاستنباط. عندك كمان حاجة اسمها should have والباست بارتيسيبل، دي معناها كان يجب ان يفعل. طب والنفي بتاع should اسمه shouldn't have والباست بارتيسيبل. جملة زي دي I should have come early و you should have come early. الفرق بينهم كالتالي، الجملة الأولانية بقول لك أنا كان المفروض أجي بدري، ده كده بيعمل إيه؟ ده regret،
يعني ندم، الراجل ندمان بيقول لك انا كان المفروض اجي بدري يا جدعان، ايه اللي انا عملته ده؟ لكن لما اقول لك انت كان المفروض تيجي بدري، ده بليم لو هما الاثنين زمانهم ماضي. طيب علي said I not I must follow his advice، لازم اتبع نصيحته. طب علي ده قال لي يا ترى، قال لي I should sleep ولا should have slept؟ انت في العربي بتقول علي قال لي انني يجب ان انام وانا لازم اتبع نصيحته، بما انها نصيحه يبقى should والمصدر. طيب جمله تانية، علي claimed me saying that I not، يا ترى هنا هنقول should sleep ولا should have slept؟ هو علي هنا لامني وقال لي يجب ان تنام ولا انني كان المفروض ان انام؟ ده بيعبر عن لوم، لكن دي بيعبر عن نصيحه، ما تلخبطش. تركز كده وتصحصح ان should هي اختها اسمها ought to، انتبه لدي حاجه كده من بره الروابط. عايزك تعرف ان كلمه so اللي معناها لذلك بتساوي that's why اللي معناها لذلك، اللي برضو معناها for this reason اللي معناها لذلك. بعدهم جملة سليمة، I felt sad so I cried، أنا شعرت بالحزن لذلك أنا بكيت، خد بالك دي لذلك. طيب الحاجة التانية عندك because لأن بتساوي as بتساوي since، الناس دي كده معناهم لأن. على سبيل المثال I cried، نفس المثال I cried as I felt sad، أنا بكيت لأنني شعرت بالحزن. الحتة التالتة كمان، يبقى أنت خدت بكوز. عندك حاجة اسمها although، although اللي بتساوي كلمة though بتساوي even though، لو القاعدة أنت ما سمعتهاش موجودة بالتفصيل على القناة. although though even though even if، الناس دول كلهم بيكون بعدهم جملة كاملة معناهم بالرغم من أن الفاعل بعدهم على طول. فعلى سبيل المثال although he is rich، بالرغم من ان هو غني، he feels sad، يشعر بالحزن. طيب دي واحدة. عندك حاجة اسمها despite اللي معناها برغم، بتساوي in spite of، الناس دي بيكون بعدها الفعل مضاف له ing او اسم. اضرب مثال despite being strong، برغم كونه قويا he lost the match، خسر المباراة. طيب بس عايزك تعرف ان مش كل ما يديك اي ان جي في اول الجملة تروح حابب لي ديسبايت. على سبيل المثال reading makes my eyes bad I read a lot، يا ترى هنا هتقول لي because ولا although ولا despite؟ انت لما ترجمت الجملة الراجل عايز يقولك بالرغم من القراءة بتتعب عيني انا بقرأ، فانت عايز بالرغم من، فدي مش معانا. بس although عايزة بعدها جملة سليمة، وdespite عايزة بعدها الفعل مضاف له ing او اسم. reading الفعل مضاف له ing بس برضو مش هناخد despite، ليه هناخد although؟ عشان reading ده الفاعل، makes ده الفاعل، ودي مكملات. حلو. طيب عندك كمان جملة تانية، نقطة كده وبعدين reading a lot he doesn't know anything، يا ترى هنا هنقول despite ولا هنقول although؟ انت في الجملة دي عايز تقول بالرغم من انه قرأ كثيرا، الكومة موجودة اهي، هو reading a lot يعني القراءة كثيرا، دي مش جملة ده اسم او فعل مضاف له ing، فتروح انت مختار despite على طول. طيب فلاحظ ان مع although لازم فاعل. عندك كمان في حاجة اسمها because of اللي بتساوي due to اللي بتساوي owing to، الناس دي كلهم كده بعدهم الفعل مضاف له ing او اسم، هم معناهم بسبب. على سبيل المثال because، ما تنساش كمان معاهم thanks to، thanks to because of studying hard، بسبب المذاكرة الجادة he came first، he came first هو جاء في المركز الأول. لاحظ انك خدت هنا because of
عشان بعدها الفعل مضاف له اي ان جي ستادينج هارد، دي مش جمله، لكن انا كان ممكن اقول لك نوت ستادينج از امبورتنت اي دونت ستادي. المذاكره تكون مهمه انا ما بذاكرش، يبقى انت عايز تقول لي بالرغم من ان المذاكره، يبقى تروح انت مستخدم هنا also. بالرغم من المذاكره بتكون مهمه، دي جمله كامله. ما تنساش كمان ان عندك روابط اسمها but و however. عندك but اللي معناها ولكن، however برضو معناها ولكن. اتفقنا قبل كده ان عندك how ever بيكون قبلها نقطه وبعدها comma، ودي في نص الجمله. عندك how ever بيكون قبلها سيمي كولون وبعدها كوما، وعندك كمان هاو ايفر قبلها كوما وبعدها كوما، بس الفرق بينهم كالتالي، ان دي كده رابط ودي كمان رابط، لكن دي جملة اعتراضية. وده شرحناه في فيديو اخر امتحان تقريبا، كان فين 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 شرحناه بالتفصيل في ملف المهارات اللي حليته في مراجعة ليلة الامتحان من كتاب A1. لازم تسمع الحتت دي. عندك كمان حتة اف. انت عارف ان اف الحياة التلاتة طبعا ده كلام تهريج، اف مضارع ويل، اف ماضي وود، اف ماضي تام، وود هاف باست بارتيسيبل، الكلام تهريج. بس انا تعرف التركيبات دي وير يو تو ستادي دي بتساوي اف يو ستادد بتساوي برضو شود يو ستادي. ايه الفكرة؟ ان وير فاعل، تو المصدر، اف فاعل ماضي بسيط عادي عشان دي حاله تانية كلهم، شود فاعل مصدر، الثلاث جمل دول في الحاله التانية. ما انت عارف ان من بدائل اف في الحاله التانية ناخد شود واخد وير. طيب ممكن نستخدم وير يو ا دكتور لو انك طبيبا، ليه ما خدناش تو؟ ما ناخدش تو الا لما يكون معاك فعل عشان تاخد منه المصدر. طيب في الحاله التانية برضو ممكن اقول لك هاد يو ا كار، دي لو انك تمتلك سيارة، ممكن ناخد وير، ممكن نقول له وير يو تو المصدر من كلمة هاد اللي هي وير يو تو هاف، لو انك تمتلك، اللي هي برضو زيها اف يو هاد ا كار، اللي هي برضو زيها شود يو هاف ا كار. الاربع جمل دول كلهم في الحالة التانية وكلهم نفس المعنى، كلهم معناهم بالعربي لو انك امتلكت سيارة، الناحية التانية هيكون معايا وود والمصدر اكيد متوقع كده. عايزك تعرف برضو انك ممكن تبدا الجمله بكلمه سبوز او سبوزنج وتبقى حاله من حالات اف. ممكن تبدا الجمله بكلمه ايماجين وبعدها علامه استفهام، الاثنين دول بيكونوا جمل سؤال مع اف. بس انت خدت هنا ماضي بسيط فناخد وود هاف وود والمصدر، خدنا ماضي تام فناخد وود هاف باست بارتيسيبل سواء في دي او في دي. عندك كمان كلمه بات فور او ويز اوت، بات فور ويز اوت، الناس الاثنين دول بعدهم الفعل مضاف له اي ان جي، وزاوت ستادينج هارد او وزاوت نجيب بعدها اسم، وزاوت يور هيلب لولا مساعدتك. الجزئيه اللي بعد كده يا شباب هي السؤال المزيل اللي احنا بنسميه كويشن تاج او تاج كويشن. السؤال المزيل ده قاعده مش موجوده في المنهج لكن حضرتك مطالب تعرفها. عايز تعرف السؤال المزيل ده عباره الاول كده عن فعل مساعد زائد ضمير فاعل وبعدين في الاخر علامه استفهام. ركز ان لازم يكون في هنا كما، هم اربع اجزاء دايما بيكونوا الكما وفعل مساعد وضمير فاعل وعلامه استفهام. وخد بالك ان انا قلت لك هنا ضمير فاعل مش اسم، حتى لو في الجمله الاصليه اسم هتحوله لضمير فاعل. على سبيل المثال ممكن اقول لك سهى مثلا، سهى ووز اكتف، يعني سهى كانت نشيطه. السؤال المزايد هنا هناخد الفعل المساعد ووز بس احنا هنلفيه الناحيه الثانيه فيكون وزنت، ونرجع على سهى نشيلها ونحط مكانها ضمير الفاعل المناسب ليها اللي هي وزنت شي. خد بال سيادتك ان الدبليو هنا سمول ما ينفعش نعملها كابيتال عشان هو ممكن يبقى لك في السؤال في اي واحده مما يلي صحيح وكده وخطا والقصه اللي انت عارفها دي. الفكره الثانيه ان الجمله لو فيها كلمه نيفر يبقى دي جمله منفيه. على سبيل المثال لما اقول لك علي نيفر كيم اون تايم، الجمله كده زمانها ماضي عشان كيم ماضي بسيط، حلو؟ فالفعل المساعد اللي انا فكرت فيه هو ديد، بس انا معايا نيفر يبقى دي منفيه فوديها الناحيه الثانيه مثبته فاقول لك ديد هي وعلامه استفهام عشان الجمله اصلا كانت منفيه. عرفت منين انها منفيه؟ ما هو نيفر زي كلمه نوت بالظبط. الفكره اللي بعد كده معانا عايزك تاخد بالك ان السؤال المزيل لازم يبقى مختصر، بمعنى انا قلت لك هنا علي نيفر كيم، لا خلينا نكتب جمله مختلفه، سامي واتشز تي في افري داي. السؤال المزيل هنا المفروض ان واتشز ده فعل مضارع فناخد الفعل المساعد مع بازنت وبعدين نرجع لسامي نحط مكانها هي،
جملة كده صح. لو سيادتك عملتها بالمنظر ده، لو انت قلت لي does not he وعلامة استفهام وكده والدنيا كاملة زي الفل، برضه غلط، لأن السؤال المزين لازم يبقى مختصر. قول doesn't، ما تقولش does not. بعد كده لو الجملة السؤال المزين فيها كلمة something something anything everything، الناس دي كلها كده بنحولها دايما ل it، بمعنى لما اقول لك something is wrong، هناك شيئا ما خطأ، فالسؤال المزيل هتروح انت الاز عاملها isn't، وعندك something نحط مكانها it، يبقى isn't it وعلامة استفهام. على العكس بقى مع العاقل بقى، العاقل انك مثلا تقول في الجملة everyone مثلا everyone is happy. حلو، السؤال المزيل هنا قال لك انت تحول everyone ديت لزي، وبالتالي is هنخليها are، فاحنا هنقول الناحية دي aren't زي. خد بالك ان انت لو قلت لي نو وان يبقى كده منفيه، الناحيه الثانيه تبقى مثبته. الفكره اللي بعد كده في السؤال المزيل، لو الجمله فيها كلمه ليتس، لما اقول لك مثلا ليتس هيلب علي مثلا، السؤال المزيل هيكون شال وي، وما ينفعش غير كده. السؤال المزيل بتاع الاقتراح مع ليتس شال وي. الحته اللي بعد كده لو انت عندك ليت مي، ليت مي دي بتخليها ويل يو دايما، بتحولها في السؤال المزيل لويل يو. جمله الامر يا شباب بنخليها ويل او won't you. فلو قلت لك مثلا على سبيل المثال open the bag، افتح الشنطة، السؤال المزيل هنا هيكون will you، ولو قلنا won't you هيبقى برضو صح. طيب السؤال المزيل للجملة اللي فيها نهي، جملة النهي بمعنى انه يقول لك مثلا don't speak، ما يتكلمش، دي جملة نهي، هو بيقول لك ما تعملش الحاجة الفلانية، السؤال المزيل فيها هيكون will او can، والفاعل هنا you. don't speak will you او can you. عندك بعد كده لما يقول لك you had better، you had better go، السؤال المزيل معانا هنا هيكون hadn't، hadn't والفاعل هو زي ما هو you، had better هنقول hadn't you، بس خد بالك هو ممكن يدالك مختصر يقول لك you'd better، فكده كده لو هو قال لك you'd better انت عارف ان اللي مع better دي هي had، فموضوعها منتهي وما فيهاش اي قضيه. عندك برضو من الحاجات اللي بتيجي في السؤال المزيل لما اقول لك you'd rather study، من الافضل لك ان تذاكر، انت عارف ان الابوستروف دي عباره عن would، فانت هتخليها الناحيه الثانيه wouldn't، والفاعل you زي ما هو، مفيش مشكله في القصه دي. طيب الجمله اللي بعد كده او الفكره اللي بعد كده لما تقول لي I think Tamer is fat، جمله زي كده، او you think تامر is fat. فكرة الموضوع ده كالتالي، ان لو الجملة فيها I او we فاحنا بنعمل سؤال مزيل على الجملة على النص التاني، فلما اقول لك I think تامر is fat ده معناها ان السؤال المزيل هيقول لك isn't he. طب لو انت الجملة فيها اي ضمير فاعل غير I و we فبنعمل سؤال مزيل على النص الاولاني، فتكون الجملة you think تامر is fat، السؤال المزيل هيكون don't you، اليس كذلك؟ تاني كده، لو السؤال لو الجمله اللي معاك فيها الفاعل اي او وي فانت بتاخد السؤال المزيل على النص التاني، لو الجمله اللي معاك الفاعل فيها اي حد غير الاي او وي فانت بتعمل السؤال المزيل على النص الاولاني. اف في جمله اف بيكون السؤال المزيل على جواب الشرط، يعني اف يو ستادي، لو انت بتذاكر يو won't fail، مش هترسب، السؤال المزيل هيكون فين؟ على جواب الشرط اللي هو اللي هي won't دي، فالسؤال المزيل هنا هيكون will you وهكذا. طيب اقلب الناحيه الثانيه بقى على حته ثانيه، عايزك تعرف ان لو بقول لك في الجمله this is a car، this is a car، this هنا هنحولها ل it، فهنا لما نعمل السؤال المزيل ده هتقول بقى isn't it، جبنا منين isn't؟ ما هو is هنا، فهنخليها الناحية التانية isn't، و this هنخليها it. طيب ولو كان زيز أو زوز هنحولهم الناحية التانية ل ار، الموضوع سهل وبسيط. طيب لما أقول لك مثلا you daren't open my bag، لما يكون في daren't السؤال المزيل عليها هو dare you، خد بالك عشان daren't هنا أصلا بنستخدمها كفعل مساعد. طيب لما اقول لك برضه نفس القصه you needn't study، السؤال المزيل هيبقى need you. بيقول لك ان الجمله التي بها رابط، لو في جمله من الجمل فيها رابط، حلو، السؤال المزيل على الجمله التي ليس بها رابط، يعني ايه الكلام الغريب ده؟ لما اقول لك مثلا he fell when he was running،
هو سقط بينما كان يجري. خد بالك كده، هو سقط عندما كان يجري. الجمله الثانيه دي هي جمله الرابط، ما هو الرابط وبعدين جمله. ما ناخدش سؤال مزايل عادي، ناخد سؤال مزايل على الاولى. هي فيل، يبقى احنا هنعمل السؤال المزايل didn't he. يبقى لما يكون في جمله عندك فيها رابط فانت ما بتعملش السؤال المزايل على جمله الرابط، على الجمله الثانيه مش جمله الرابط. ابسط فكره في السؤال المزايل وهي اهم واحده، انك لما يقول لك مثلا I am sad او I am not sad. I am not sad السؤال المزايل بتخليها مثبتة، فتقول am I. طب لو هي I am انت بتحولها في السؤال المزايل aren't، بس خد بالك انت بتقول aren't I، انتبه ان هي لازم يكون كده كده I. الجزئية اللي بعد كده في شوية افكار عايزك تعرفهم، افكار من هنا وهناك زي ما بيقولوا كده، يعني افكار مختلفة. اعرف ان as will، as بيكون بعدها الفعل مضاف له ing، ده رقم واحد. as will as بعدها الفعل مضاف له ing، زيها بالظبط زي in addition to، زيها بالظبط زي كلمة beside this. وخد بالك beside this دول كلهم اصلا بالاضافة الى، خد بالك ما تتخبطش بين beside this و beside. beside دي معناها بجوار او بجانب، لكن beside this معناها بالاضافة الى، يعني زيها كلمة and بالظبط. الفكرة اللي بعد كده عايزك تعرف انك لو بدأت الجملة بكلمة هاو ايفر هتجيب بعدها صفة او ظرف وبعدين فاعل وبعدين فاعل. على سبيل المثال اقول لك هاو ايفر باد هي از وي لاف هيم، برغم كونه سيئا نحبه، ده رقم واحد. رقم اتنين لو انت بدأت الجملة بالصفة او الظرف هنجيب بعدهم از وبعدين فاعل وبعدين فعل، فتروح انت قايل لي باد از هي از ونكمل. ممكن نبدا الجمله اصلا مش بكلمه هاويفر، لا بكلمه وات ايفر، فهنجيب بعدها بقى هنا مباشره اسم وبعدين الفاعل وبعدين الفعل. على سبيل المثال اقول لك وات ايفر، وات ايفر ماني يو باي، يعني ايا ما كانت النقود التي ستدفعها. خد بالك انت جبت لي وات ايفر اسم فاعل فعل. الفكره اللي بعد كده برضو المهمه جدا، لما اقول لك في جمله مثلا علي از باد at English، علي سيء مستواه سيء في الانجليزي، ده واحدة. وعلي isn't bad at English، دي التانية. الجملة الأولانية بيقول لك علي is، يعني دي جملة مثبتة، فأنت لما تيجي تعمل عليها انعكاس يعني فهتقول so وتاخد الفعل المساعد من الفيرب تو بي، يعني am I وكذلك أنا. طب الناحية دي منفية، ولما تكون منفية إذا كانت الجملة منفية فهتستخدم neither، يبقى انت هتقول نيزر وهنا برضه فيرب تو بي فهتقول نيزر ام اي. خد بالك ان الاثنين دول هم جمله واحده. طب افرض ان هم جملتين اثنين، بمعنى لما تقول مثلا شي از باد اي ام باد، هنا هتقول تو، ركز في دي نقطه. طبعا دي جمله وجمله، لما يكون في جملتين اثنين وهم جمل اثبات ناخد تو. طب لو جملتين ومنفيين، على سبيل المثال شي ازنت هابي، هي مش سعيدة، علي isn't happy وعلي كمان مش سعيد، هنا هناخد either. يعني من الآخر يا عم، لو كان معاك في الموضوع ده، لو كان معاك جملة واحدة وهي إثبات وجملة واحدة وهي نفي، لو جملة واحدة وهي إثبات فهناخد so مساعد فاعل، طب لو هي جملة واحدة وهي نفي فهناخد neither مساعد فاعل. طب لو هما جملتين نفي او جملتين اثبات، لو جملتين اثنين نفي، لو جملتين طبعا السالب يعني نفي، حلو، لو جملتين نفي فهناخد ايزر ومن غير مساعد فاعل، طب لو جملتين اثبات هناخد تو من غير مساعد فاعل. الملحوظه اللي بعد كده الان فيرجن، احنا شرحناه انا عارف في نفس الفيديو ده بس عايزك تفتكره عشان هو حاجه مهمه وموجوده بكثافه في الاسئله. اي كلمه نفي في اول الجمله فتبدا اي كلمة نفي في أول الجملة تجيب بعدها فعل مساعد وبعدين الفاعل. على سبيل المثال never، not only، hardly، scarcely، not until، only when، أي حد من دول يعرف إنك هتعمل inversion على طول. طيب عندي برضو من الملاحظات اللي هنا، عايزك تعرف إن كلمة every وكلمة each الفعل بعدهم مفرد، الفعل بعدهم دايما مفرد. طيب each boy is، each student is، على سبيل المثال each boy is happy وإيفري بوي إز هابي، لكن لو أنت جبت لي اسم جمع وبعدين إيتش فهيكون الفعل جمع. أقول لك مثلا ذا ستودنتس إيتش آر وتكمل الجملة.
طيب من الملاحظات برضو اللي عايزك تفتكرها كده وما تضيعش مني، كلمة بوث كده كده كلمة بوث بيكون معاها بتكون جمع، ولو انت عايز اداة معاها في النص تاخد اند، بوث احمد اند منى، وكده كده هما جمع. as will as together with و along with الناس دي كلها كده بيكون بعدهم دايما الفعل على حسب الفاعل الاول. بمعنى ايه؟ لما اقول لك مثلا علي as will as his sisters، هنا هنقول is ليه يا مستر؟ عشان انت عندك علي ده مفرد وهيز سيسترز جمع، احنا قلنا مع از والاز بناخد على الفعل الاولاني اللي قبلهم مش اللي بعدهم. عندك نوت عندك نيزر الفعل الاولاني، نور الفعل الثاني، الفعل على حسب الفعل الثاني، الفعل على حسب الفاعل الثاني. الكلام ده كله احنا شرحناه، ما اعتقدش ان انا قلت فكره جديده النهارده، بس احنا بنعمل باكينج اب سريع. على سبيل المثال انك تقول لنيزر علي نور هيز بيرنتس، هنا از ولا ار؟ لا هنقول ار لان باخد على الفاعل الثاني اللي هو جنب الفعل مباشره. ما تنساش ان كلمه هوب وكلمه وش لو ما جبناش بعدهم اسم ولا ضمير فناخد تو الفعل في المصدر. طب لو جبنا اسم وضمير فوش بناخد معاه كود وود في المستقبل، ماضي بسيط معاه مع المضارع، ماضي تام مع الماضي، وده انا شرحتها في الفيديو في اوله برضو. هوب لو بعدها جمله سليمه هيبقى ناخد معاها ويل. عندك برضو التفضيل، بص بقى انت بتقول I'd rather master than master. على سبيل المثال انا افضل ان اذاكر عن ان العب، يبقى I'd rather المصدر يبقى study than المصدر التاني برضو اللي هو مثلا play زي ما قلنا عن ان العب. طيب الفكرة التانية في الحتة دي، على تعرف انك بتقول I prefer انا افضل ing او الاسم to او rather than، خد بالك الاثنين صح rather than، وفي الاخر برضو اي ان جي او اسم. عايز اقول لك انا بفضل اني انام عن اني اذاكر، يبقى اي prefer sleeping to او rather than eating مثلا عن اني اكل. الفكره وما فيها اللي عايزك تفهمها ان اي prefer، خد بالك اي prefer مش اي would prefer، اي ان جي، وممكن ناخد اسم مثلا على سبيل المثال meet، والناحيه الثانيه اقول لك تي شاي كده يعني. واعمل حسابك ان مع اي بريفير بس الرابط اللي في النص ممكن تو ممكن راذر ذان، خد بالك راذر ذان مش ذان بس لوحديها. طب لما تقول اي وود بريفير بقى، اي وود بريفير تو والمصدر، هنا بقى ما ينفعش غير راذر ذان والفعل في المصدر. اي وود بريفير تو ستادي راذر ذان بلاي، ما قلتلكش تو بلاي، صح صح اوعى تضيع. طيب عندك لايك، اي لايك انا بحب اي ان جي مور than ing برضه. على سبيل المثال I like reading more than sleeping وهكذا. في كلمتين ظهروا كده في المفاهيم، اول واحده كلمه سيم. افكارهم اللي ممكن تعرض لها كالتالي، كلمه سيم دي ممكن نجيب بعدها مباشره صفه، ممكن نجيب بعدها سيم تو بي وصفه، وممكن نقول سيم تو بي والفعل مضاف له ing. ممكن نقول امثله على كده، اول واحده مثلا لو قلنا لك هي سيمز ساد يبدو حزينا، هي سيمز تو بي ساد يبدو انه حزين، هي سيمز تو بي ريدنج يبدو انه يقرا، وهكذا. طيب ده اول فكره. الفكره الثانيه، ممكن مع كلمه سيم نستخدم ذات وجمله سليمه. على سبيل المثال it seems that he is happy، يبدو ان هو يكون سعيدا عادي. ممكن اقول لك it seems like ويجيب بعدها اسم، على سبيل المثال it seems like my car، تبدو وكأنها سيارتي. قال لك احنا ممكن نقول like وممكن نقول as if هنا، فممكن اقول لك it seems like my car، it seems as if my car، كما لو كانت سيارتي. لكن لو انت قلت لي seem to have والباست بارتيسيبل، معناها يبدو انه حدث او فعل. هيقول لك يبدو ان الرجل قتل، يبقى the man seems to have killed، يبدو انه قتل. طب انت نزلت ما لقيتش العجله بتاعتك، فتقول بقى دراجتي يبدو انها سرقت ولا سرقت؟ لا سرقت، يبقى my bike seems to have، بما انك قلت لي مجهول يبقى been stolen. خد بالك seem to have been تصريف ثالث، ده لو مجهول. طب عايز اقول لك ان علي يبدو انه سرق دراجتي، يبقى نقول علي seems
تو هاف وهاز والباست تو هاف سوري والباست بارتيسيبل يبقى تو هاف ستولن ماي كار. طب يا مستر مش حاجه ده مفرد المفروض نقول هاز؟ لا ما هو حضرتك في تو المصدر، انتبه للقصه دي. عندك برضو كلمة سبوز عشان هي كانت موجودة في المفاهيم برضو. اعرف ان في حاجة اسمها بي سبوزد تو، معناها يجب ان ومعناها كمان من المتوقع. فلما اقول لك مثلا احمد is supposed to study hard، يجب ان يذاكر احمد باجتهاد. او اقول لك اهلي is supposed to win the match، يعني الاهلي من المتوقع ان يفوز بالمباراة. وما تنساش ان احنا ممكن نستخدم زي ما قلنا قبل كده سبوز وسبوزند وامجن مع حالات اف، فتجيب بعدها ماضي بسيط مثلا فناخد ود والمصدر، وفي الاخر علامه استفهام ما تنساش ان لازم يكون علامه استفهام موجوده. عندك بعد كده كلمه مين، مين دي اللي معناها يعني او يقصد، يعني او يقصد معناها كده، ده رقم واحد. ولما اقول لك ار مين تو وفي ار meant for، طبعا مش لازم ار يعني خليك شاطر كده انت راجل كبير. فيرب تو بي meant to، فيرب تو بي meant for، فيرب تو بي meant to معناها غرضها او الغرض منها. طيب ار meant for معناها مخصص لي، تحس انه بنفس المعنى فتفهم انت تو المصدر لكن فور والفعل نفس اي ان جي. على سبيل المثال اقول لك مثلا cars are meant to help us، السيارات غرضها ان تساعدنا، او cars are meant for مثلا taking us to school، يعني مخصصة لأخذنا للمدارس. عندك برضو ممكن نستخدم be meant to زي دي بالظبط، هي نفس القصة be meant to اللي كان معناها غرضها ممكن يكون معناها يجب أن. فأقول لك teachers are meant to be calm، المعلمون يجب أن يكونوا هادئين. جملتين برضو انا كاتبهم في ورقه عشان ما انساش اقول لك عليهم. he asked if يا ترى ولا that ولا when ولا whether she report the police، وتكمل الجمله. لاحظ ان انت عارف ان insist و ask و important والكلمات اللي بنفس المعنى وفايتال، الناس دي كلها كده بنجيب بعدهم فاعل وفعل في المصدر ايا كان الفاعل ده مين. حلو، من بين الناس كان اسك، فانت بتقول هي اسكد اف ولا ذات ولا كده، فاكيد هي اسكد ذات. طب ليه ما نقولش اف الجمله دي عشان استخدم فيها اف؟ هقول هي اسكد اف هي ريبورتد، لان اسكد فعل القول ماضي فالمفروض كنا خدنا ماضي، لكن الراجل في الجمله الجميله دي بقول لك هي اسكد اف هي اسكد ذات عشان في الاخر قال لك شي ريبورت الفعل في المصدر. احنا كده عدينا على كل القواعد تقريبا، ما عدناش حاجه. اتمنى كده زي الشاطر وانت بتسمع تكون مركز. لو انت في مذكره قواعد مكتوبه بالخط باللون الاسود، باللون الاسود موجوده تحت في الوصف، المذكره دي اقراها بهدوء بعد ما تخلص مذاكره او قبل ما تخلص مذاكره. المهم انا كاتب فيها القواعد باسلوب هادي جدا كاني بخطبك. السلام عليكم ورحمه الله.